بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محبي وعشاق الرياضة أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. دعونا نلتقي بقى في اليوم الختامي، اليوم اللي بدايته كده بتحديد المراكز من الثالث والرابع بين كل من نادي سموحة المصري ونادي أو فريق السويحلي الليبي. نادي سموحة طبعا صاحب المركز الثالث في النسخة 35 لعام 2016، والصاعد بسرعة الصاروخ من أكتر من خمس أعوام كده أو ستة للمربع الذهبي لبطولة الدوري المصري، ومازال محافظا على مركزه بقى بفضل قيادته وإدارته ومجلس إدارته كده بقيادة الأستاذ فرج عامر، واللي أصر على استمرار الجهاز الفني مع الفريق برغم غياب الأسماء الكبيرة عن قيادة الفريق، ولكن بقى جاء كده الكابتن طارق الزفتاوي ليحفر اسمه داخل مربع العظماء أو مربع الذهب، ويسطر تاريخ جديد لنادي سموحة كان سبق وعمله في 2016، وإن شاء الله يكملوا كده بالخير النهاردة ويحصل بقى على المركز الثالث للمرة الثانية. تبدأ المباراة ونرجع مع حضراتكم كده بسرعة للأسماء بتاعة الفرقتين، ولكن هنتابعها من خلال اللقاء. وأول نقطة لنادي سموحة 1-0، وعلى الإرسال بيرجع أمير من فريق سموحة. إرسال أمير سبايك مع الوزن خفيف كده فلوتر، وأدي ضربة من منتصف الشبكة اللي بتميز فريق السويحلي واللي ما قلناش عنه إنه استطاع للوصول لنهائي البطولة العربية، واستعد أيضا بمعسكر في تونس قبل البطولة على طول، ومازال كده محتفظ بتجانسه وانسجام لاعبيه وقيادة بقى مدربه السربي المخضرم، وبيكون بالمربع الذهبي وتنافس مع سموحة على الميدالية البرونزية. وأنا شايف كده من البداية في ربكة شوية في استقبال السويحلي، واللي أكيد بقى الكابتن طارق الزفتاوي يمدي كده لاعبيه هيشتغلوا إزاي في الاستقبال، لأن هي استراتيجية الكابتن طارق الزفتاوي إنه يبوظ الكرة الأولى عشان يقدر يهاجم بارتياحية بعد ما ياخد دفاع كده سهل. وادي هنا إرسال مع الوزب، ولكن تهرب منه الكرة، وزي ما قلت لحضراتكم من الواضح ان هو عليهم توتر شوية، وده واضح في أدائهم حتى الآن في الأربع نقاط اللي فاتوا، 3-1 السويحلي. إرسال مع مروان، إرسال قوي واستقبال خارج منطقة 3 متر ومركز أربعات اللي بيجيد اللاعب رقم 4 ضرب الكرة، وأنا شايف كده الكرة كان فيها كاري شوية ولكن مشاها الحكم، وترجع الأمير اللي بيشدها في مركز 4 لأدهم ما بيكدبش خبر ويضرب كرة قوية ولكن بتتاخد حوائط الصد وتنزل كده ملامسة لأدهم. اللاعب رقم 18 محمد الغول على الإرسال، لاعب مميز الغول، واستقبال قوي ورائع وضرب من منتصف الشبكة ليحيى اللي بادئ المباراة، لا ده محمد أبو ريا رقم 11. أربعة سموحة 2 السويحلي، وبيرجع كده أبو ريا على الإرسال، ارساله فلوتر مع الوزب واستقبال اكتر من رائع من الغول، وتضرب كده الكره في ايد حوائط الصد من اللاعب رقم 3 ادم. لاعب السويحلي الليبي، وبيرجع ادم على الارسال. استئناف اللقاء وأربعة سموحة 3 السويحلي، وآدم بيلعب إرسال برضو فلوتر واستقبال جيد لمروان، وضرب من مركز 4 لأدهم كرة قوية جدا في اللاين كده بتحقق نقطة مباشرة، وينتقل إرسال مرة أخرى لفريق سموحة. لسه المباراة تعتبر كده من الفريقتين بيشوفوا التاكتكس بتاع كل فريق بينفذ إزاي، وبيرجع هنا اللعيب اللي أجاد شريف أيمن أجاد في المباراة
للدور قبل النهائي، وبدا بيه بقى الكابتن طارق الزفتاوي، وفعلا ما اتمسكش منه كوره في المباراه اللي فاتت. وادي حائط صد قوي جدا وحماس من قاطع النظير، وانا سامع صوت بقى صيحات الجماهير كده بتؤازر سموحه من البدايه. ولو المباراه دي طولت شويه زي ما قال لنا كده الدكتور فؤاد عبد السلام، هيكون لسموحه حظ من متابعه جماهير الاهلي ليها ومؤازرتهم. وادي تاني ارسال لشريف ايمن ولكن خارج الملعب. 6 سموحه 4 السويحلي الليبي. محمد هرنانديز رقم 4 عفوا على الارسال، ارسال سبايك مع الواسب كده قوي ولكن بياخد الحافه العليا من الشبكه. سبعة سموحة أربعة السويحلي. وأدهم إرسال سبايك سريع داخل الملعب أشك، ولكن حامل الراية شاور هنا أنه خارج الملعب. طبعا كل تمنياتنا لفريق سموحة بالتوفيق النهاردة عشان يكون كده النهائي والذهب مصري خالص. إرسال سريع واستقبال جيد من مروان واسقاط كده، ولكن دفاعات قويه من السويحلي. وتاني اللاعب رقم 17 ضربه قويه ولكن في دفاعات عبد السلام، وترجع تاني بيشدها امير كده في مركز 4 لمروان، وكره سهله بتيجي ملعب سموحه بيلمها رامي السعيد، وترجع تاني الامير ويحط المروان وضربه، ولكن دفاعات سيئه شويه بيحاول كده اللي حاط بالكره ولكن تنزل ارضيه الملعب. والوقت المستقطع الاول لفريق التكنيكال تايم اوت، وتقدم فريق سموحه 8 السويحلي 5. كابتن طارق الزفتاوي وعمر راشد بقى حتى الان كده استراتيجيتهم كانت واضحه في البطوله واللي نفذوها من بدايه الدور التمهيدي، وفازوا على اهلي بنغازي وعلى الفاب الكاميروني 3-2، وكان بصعوبه شويه، ولكن بقى على الشرطه الكيني وجامعه زيمبابوي ومنجازه الكونغو الديمقراطيه فازوا 3-0، وفي دور الثمانيه فاز على الطيران 3-2، وفي دور الاربعه خسر من الاهلي 3-0، وبيلعب الان على المركز الثالث والرابع، وان شاء الله يكون الميداليه البرونزيه والمركز الثالث من نصيبه. وشايف انا لعبته متحمسين منذ بدايه اللقاء، وان كان السويحلي فريق قوي وعنيد وقدر انه في المباراه القبل النهائي امام الجيش يعمل جيم كويس جدا، وبعد ما كان متاخر 2-2 اخذ الشوط الثالث ونافس مع الجيش للشوط الرابع وطلع بصعوبه بالغه 28-26. وهنشوف بقى مجريات اللعب هنا، سموحه تعمل ايه عشان توقف تقدم السويحلي وتكسب منه المباراه. وستة السويحلي 8 سموحة، واللاعب رقم 7 عبد الرحمن على الإرسال من السويحلي. استقبال أكتر من رائع من أدهم، وضربة قوية جدا من أبو ريا بيضربها كده في مركز 5 طويلة بعيد عن حوائط الصد وبعيد عن الدفاعات، وده اللي بيميز أبو ريا ومحمد رضا، بيضربوا كور طويلة في أماكن صعبة جدا اللي حاق بالكرة فيها وبتكون بنقاط مباشرة. وتسعة سموحة 6 السويحلي، واللفة الثانية لسموحة وأمير على الإرسال، وإرسال صعب شوية ولكن استقبال جيد، ودفاعات هنا كانت متأخرة منك شوية يا أدهم. هي كانت للليبرو رامي السعيد أقرب. عبد السلام لعب ارسال مع استقبال ما كانش مقنع، ولكن مروان بيطير ويضرب الكره تاتش فعلا في حائط الصد، شايفينها احنا من هنا، هنشوف كده اشاره الحكم كان فيها تغيير ولا ايه. اكيد الحكم الثاني شايفها، وفعلا اداها لسموحه والنقطه تنزل بقى على الشاشه. المفروض 10 سموحه، فعلا 10 سموحه 7 السويحلي،
وتاني مروان واستقبال كده برضو غير مقنع وكرة في الشارع من اللاعب رقم 4 هيرنانديز المحترف داخل صفوف سويحلي الليبي. 11 سموحة حسبها تاتش برضو الحكم، 8 السويحلي 10 سموحة. والغول محمد الغول على الارسال من اللاعبين المميزين داخل صفوف المنتخب الليبي والسويحلي، وكره خارج الملعب ملهاش اي معنى في التوقيت دوت. تقرب الفارق لنقطه واحده وبيعتذر كده ادهم، ولكن عوضها ان شاء الله يا ادهم. تاني ارسال مع الغول، ارسال فلوتر سريع واستقبال رائع من رامي السعيد، وادي ادهم بيعوضها، ولكن دفاعات قويه من السويحلي وتتشد كده اي حاجه، وكره كانت بايظه ولكن فضل الغول انه يضربها ولكن في الشبكه، وكان حاسب دابل بس صفاره متاخره شويه من الحكم الاول. هي الكره فعلا طالعه من ايد اللاعب رقم 17 عبد السلام بيرلوس، طالعه بدابل. ارسال مع بوريا، ارسال سريع وخارج الملعب يا بوريا. ليبرو فريق السويحلي الليبي رقم 6 احمد عبد السلام من الليبروهات المميزين، وبينافس كده شويه انه ياخد لقب في البطوله الافريقيه. ارسال سريع واستقبال من ادهم رائع، وكره لمحمد رضا اللي نزل كده يحتفل ان الكره بنقطه، ولكن طبعا طلعت من الدفاعات. لسه بنقول اهو دفاعات الفريق الليبي كويسه ومتميزه، وبالاخص الليبرو الفريق رقم 6 احمد عبد السلام، وترجع الكره كده في الملعب يحاول عليها تاني محمد رضا، ولكن في ايد حوائط الصد بتنزل مباشره في ملعب سموحه. ومازال الراجل رقم 3 ادم على الارسال مع استقبال جيد، وتترفع كده في مركز 2 لشريف ايمن، ما تخلصش الكره، وهنرجع تاني لنفس المشكله لفريق سموحه ان كورتهم ما بتخلص، ولازم يا امير تشكل من نص الملعب وتطلع الناس بسناجل بلوكات كده عشان تخلص الكره بتاعتها من الاطراف. واول تقدم بقى للسويحلي 12-11، وانا شايف سموحه لسه محتفظ بانه ما يوقفش الاداء بالرغم من 4-5 نقاط متتاليه. وادم مازال ارساله كده بيسقط، ولكن استقبال هنا غير متمكن من مروان، يعدي على الحافه العليا، وهنضطر بقى اكيد يا كابتن زفتاوي ناخد وقت مستقطع في التايم ده ولا ايه؟ ولكن لسه 13-11. طبعا انا مش بتدخل في شغل حد، ولكن انا بقول لكم رؤيتي. ادم على الارسال، في انهيار كده شويه في صفوف فريق سموحه، وبالاخص مش قادرين كانوا يخلصوا كورتهم، وفي نفس الوقت الاستقبالات قلشت، ولكن هو الراجل ادرى بظروف فرقته، وفعلا هنا كانت رؤيته هو الافضل والاحسن، واستنى على الوقت المستقطع وفريقه خلص كورته من مركز 4، وانتقل الارسال مره ثانيه لسموحه 12-13. شريف ايمن ارسال سبايك مع الوزن في الشبكه. يا شريف طالما مش ماشي الارسال السبايك مع الوزن القوي، نقدر نشتغل بقى على الارسالات الفلوتر زي ما عملنا كده في ماتشات كتير زي مباراه الطيران، وقدر فعلا استراتيجيه الارسال نفذها الكابتن طارق انها تكسبه المباراه. هل هنشوف في تعديل هيتم بقى على صفوفه او على ادائه للمهارات؟ وادهم هنا بيشتكي للحكم من حاجه في الرؤيه، فمش عارفين هي ايه بالظبط، بيقول ان في سكرين بيتعمل قوي على اللعيبه ولا ايه، مش عارف. طبعا صوت اللاعبين مش واصل لنا، ولكن مناقشته دلوقتي ان هو بيحتج على حاجه تخص الفريق الاخر وبيشاور كده على عينيه، معناها ان حاجه في مسار الرؤيه بالنسبه للارسالات، او حاجه حد بيتكلم من اللعيبه اثناء اداء المهارات ولا ايه. وفي النهايه السويحلي 14 سموحه 12، ورقم 4 هيرنانديز على الارسال، وارسال قوي يمشي معاه المره دي، وتتشد كده في مركز 2 لشريف ايمن، ولكن برضه ما نقدرش نخلص النقطه، وهنضطر بقى ننقل في مركز 4 وتخلص المره دي، ولكن في العصا الهوائيه يا ادهم اغلاطنا بقت كتير، وبتوسع كده الفارق مع السويحلي، وفي غمضه عين لقينا السويحلي 15
سموحه 12 بعد ما كان متقدم سموحه باربع نقاط. وانا شايف ان الفريق لازم يحصل فيه تعديل في صفوفه او في استراتيجيته. وطبعا كل الاحترام والتقدير للكابتن طارق، اكيد هيعمل الكلام ده. وهرنانديز ما زال على الارسال، وارسال قوي خارج الملعب، وهو بيقول لهم اهو اهدوا شويه وابداوا فكروا، وده الصح فعلا. ١٣ سموحه، ١٥ السويحلي، وادهم على الارسال بيلعب ارسال مع الوزب سريع، ولكن في الشبكه كمان يا ادهم المره دي. ونوصل للتكنيكال تايم اوت ١٦-١٣ للسويحلي. قلنا مع حضراتكم في التكنيكال الاول، قلنا فريق سموحه وقدر يفوز على مين في التمهيدي، ووصل لايه في دور الثمانيه بعد ما فاز على الطيران 3-2، وخسر من الاهلي في دور الاربعه 3-0، وله طبعا شرف الدخول في المربع الذهبي والمنافسه على الميداليه البرونزيه. وبنقول لكم بقى فريق السويحلي اللي كان عامل معسكر قبل البطوله على طول في تونس، عرف طبعا ان مفيش حد من الفرق التونسيه جه، فطلع ذكي جدا مدربه السربي وقال لك استفيد بالانديه القويه جدا في تونس، وعمل معسكر هناك وعمل لقاءات كتير مع الصفاقسي ومع الترجي ومع الافريقي، ولعب بقى اكتر من ماتش اهلته شويه انه يزيد التجانس مع فرقته. وكان فاز في الدور التمهيدي على فاينانس البنيني او الماليه البنيني 3-0، وعلى سوين بلوز سيشيل، وعلى دي جي ار الكونغولي، وبافيا الكاميروني، وعلى الطيران. وفي دور الثمانيه فاز على اهلي بنغازي اللي هو بقى منافسه اللدود زي ما بنقول في ليبيا، وقدر بقى انه في دور الاربعه يقدم مباراه ممكن تكون اقنعت الجمهور ونال الاحترام من فريق وقيادات نادي الجيش، ولكن خسر طبعا 3-1، وبيلعب الان على المركز الثالث والرابع مع سموحه. ومنطقيا طبقا للاستعداد وطبقا للتجانس، واخر بطوله عربيه كان السويحلي في الذهب او كان بينافس على الذهب، منطقيا ان هو افضل حالا من سموحه. ولكن طبعا سموحه انا شايفها نازله باصرار وعزيمه قويه جدا، بتحاول كده تاكد وجودها في البطوله الافريقيه، وتحاول تكرر ما اللي عملته في 2016. وادي بلوك قوي جدا وبينزل كده في جسم عبد السلام برولوس، ونقطه مباشره هي لسموحه بتقرب الفارق. انا شايفها انتقلت للسويحلي، ولكن النتيجه اللي قدامنا غلط، هي النقطه لسموحه 15-16، يا ريت التعديل بس يتم. وارسال تاني من ابو ريا، وادي كره ترجع سهله كده، واستقبال جيد ابو ريا في الخط الامامي ده محمد رضا اللي لعب الارسال، وارجو تعديل النتيجه ل16 الجميع. في نقطه اتحطت زياده على السويحلي ومتشاله من سموحه، ايوه كده تمام 16 الجميع، الحمد لله احنا صاحيين برضو. ومحمد رضا رقم 17 على الارسال، ارسال سريع وقوي، ولكن استقبال ممتع بقى، وكره شايف ان فيها ممكن يكون فيها تاتش، ولكن طبعا ما فيهاش. هنا الناس بتعترض بقى، وسموحه كده بتاكد ان هي ما فيهاش اي ملامسه، وتتقدم مره ثانيه سموحه وتعرف طريقها، وده اللي كنا بنقول عليه بعد التايم اوت. اكيد الكابتن طارق هيدي تعليمات وهيغير استراتيجيات، وده اللي حصل بالفعل، وتم تغيير كده الاستراتيجيه في الارسال، واستلموا اللاعب عبد السلام برولوس رقم 17، وبدا استقبالاته تكون خارج الشبكه شويه، واثرت على الاتاك عندهم. وفعلا تقدمت سموحه بفضل الحوائط الصد الممتعه اللي اخذوها في النقطه ال 14 وال 15، وبفضل بقى الضغط على لاعبي مركز اربعات اللي خليته يطلع شوت كده الكره في خارج الملعب. ما زلنا مع حضراتكم في الشوط الاول ومباراه اصحاب المراكز الثالث والرابع، وكلهم في المربع الذهبي، فروق طفيفه جدا اللي بتفصل الفرق عن بعضها. وطبعا كلنا بقى في انتظار على شوق ولهفه كده مع مباراه النهائي المصري الخالص ما بين الاهلي والجيش. صاحب الكفاح منذ 3-4 سنوات كده هو والاهلي بيتقابلوا كتير الفترات السابقه، وكان بيبقى في الغلبه في بعض الاحيان للجيش والغلبه في احيان اخرى للاهلي. هنشوف النهارده في ظل الظروف اللي بيتعرض لها فريق الاهلي، اصابتين في الادوار التمهيديه ودور الثمانيه، وبعد كده يرجع اصابه تاني في الدور النهائي، وان شاء الله الاهلي قادر على الاصرار والعزيمه. وادي كره هنا فيها كده دانك بلوك لابو رايا، ولكن ما كانش مقنع، وبيحاول كده
امير وبرايا ياخدوا الكره، ولكن تعديل للنتيجه 17-17 للفريقين. ارسال مع السوحلي اللاعب رقم 7 عبد الرحمن، عبد الرحمن دوغانا، وكره كده في المنطقه الخلفيه لشريف ايمن اللي جوه الملعب فعلا داخل حدود الملعب، بينالي من هنا وشايفينها كده باداء راقي جدا واداء ممتع لشريف ايمن اللي بدا يتالق بعد ما شاركه الكابتن طارق الزفتاوي في الشوط الثاني على ما اظن في المباراه السابقه، واجاد فيها جدا وما كانش حد قادر يمسكه في البلوكات. وادي امير بقى اللي بيلعب ارسالات سريعه كده، ولكن المره دي امير كان بطيء شويه، خلى الراجل عبد السلام يستقبله بارتياح. وزي ما قلت لكم الاستراتيجيه دلوقتي شغاله على عبد السلام في الاستقبالات عشان يعطلوه من الضرب، وفي نفس الوقت استقبالاته بتبقى مقطومه خارج الملعب شويه الى حد ما، فخارج الشبكه عفوا، فبتاثر على الاداء الهجومي لفريق السويحلي وبيرجع الكره سهله لملعب سموحه. وادي عبد السلام ارسال سهل، وادي حائط الصد ومتابعه كده وبترجع الكره. الله على خبرتك يا عبد السلام، لان الكره ممكن تبقى فور باص لو رفعها، ولكن هنا وادي كره ثانيه من سنتر بلوك سموحه ابو ريا، وفي بقى لمس شبكه باداء عصبي شويه لمروان. اهدى شويه مروان، الحكايه مش مستاهله او مش مستحمله، العصبيه مش هتوصلنا لاداء متقن، بل بالعكس ممكن تخرجنا من الاداء تماما، وده يمكن حصل معاك في مباراه ولكن لميت نفسك بسرعه المباراه اللي فاتت. وادي عبد السلام ارسال سهل ممتنع كده في منطقه صعبه جدا، وابو ريا بيطلع بسنجل بلوك، حاول تهرب شويه ابو ريا، هو حافظ زاويتك اللي بتضرب فيها، ولكن بيشير الحكم الاول الى فور باص، والمفروض اشاره الكره دي ما تكونش فور باص يا حكم. الراجل عمل اتاك والكره نزلت مباشره في ملعبه، يعني ما فيش حد لمسها من الفريق السكندري، والمفروض تبقى الاشاره ان الكره داخل الملعب بصرف النظر هي جت في الشبكه او في حوائط الصد. طبعا ده مش تعديل بقى على الحكم، ولكن دي رؤيتي برضو. وقت مستقطع طلبه الكابتن طارق الزفتاوي، وتاخر في النتيجه بفارق نقطتين، وطبعا بقى خبره للمدرب الليبي او المدرب السربي لفريق السويحلي الليبي، طبعا يقرب من ال 58 سنه وعنده خبره عاليه قوي بقى، واحنا عارفين ان صربيا بتميز بلاعبتها، طبعا بيحصلوا على بطولات كتير قوي في مراحل الناشئين، وبيكون عندهم استعداد قوي وداتا بيشتغلوا بيها كويس جدا. ونفس المكان كده على ادهم في مركز 5، ولكن المره دي بتعمل باندا في حوائط الصد وترجع لملعب السويحلي. وادي فيرناند، ولكن ايدينا كانت مفتوحه يا شريفي ايمن، وتاخد ايدك كده وتنزل ملعب سموحه. 21-18، وان كان بقى شريف هنا ثابت في مركز 4 كده، ومروان في مركز 2، وافضليه مروان طبعا في البلوك اقوى شويه من شريف لانه اطول وقامته ما شاء الله اقوى. وادي كره هنا بيتابعها امير، برافو عليك يا امير، هو ورامي السعيد، وبيلاقوا الكره خارج الملعب بيسيبوها خالص، و19 سموحه 21 السويحلي. طبعا بنتمناها بقى زي ما قلنا مصريه خالصه للمركز الاول والثاني والثالث، وكل قلوبنا مع فريق سموحه انه يشد حيله النهارده، وان شاء الله جمهور الاهلي كده يملى جنبات الصاله ويبدا يشجع بقى بالحس الوطني فريق سموحه اللي بيلعب باسم مصر حاليا. 22 السويحلي 19 سموحه. الغول على الارسال، ارسال قوي واستقبال كده من رامي، وكره مزنوقه من شريف يحطها بس داخل الملعب. وادي اي حاجه في ملعب الفرقتين في دربكه، ولكن بينهيها اللاعب رقم 7 عبد الرحمن بكره قويه تيجي في البلوك وخارج حدود الملعب. وقت مستقطع تاني بيطلبه كابتن طارق الزفتاوي، وتأخر في النتيجة بأربع نقاط حتى الآن، 23 السويحلي 19 سموحة.
انتهاء الوقت المستقطع الثاني لفريق سموحه، ويرجع لارضيه الملعب كده بتاخر 4 نقاط زي ما قلنا، وما زال الارسال مع السويحلي الليبي، واستئناف كده باشاره الحكم للارسال، واللاعب الغول ما زال على الارسال. ارسال سريع من الغول وموجه على ادهم، ولكن استقبال رائع وممتع واعداد جميل جدا من امير لمنتصف الشبكه اللي ما بيكدبش خبر على طول ابو ريه، وبيهرب بقى من حوائط الصد كده وبيحقق نقطه مباشره بطريقه متقنه جدا، و20 23 وراجع ابو ريه على الارسال. خلي بالك يا ابو ريه ارسالك اللقطه الاخيره ضاع، وادي المره دي ارسال كويس قوي واستقبال على 3 متر وتشد في مركز 2، وحائط سد غالي جدا لادهم بياخده كده مع محمد رضا. تاني ابو ريه على الارسال، وعايزينه ارسال متقن كده يا ابو ريه زي اللي فات. 21 سموحه 23 السويحلي، وادي هنا كان استقبال اي حاجه، ولكن بقى ضرب قوي جدا كده من مركز 2 وترجع تاني سهله الملعب السويحلي، وفرنانديز اللي او هرنانديز اللي اتاخد منه بلوكات كتير النهارده، والراجل دوت الفاكهه بتاعت سموحه النهارده رقم 23 شريف ايمن بقى اللي بياخد حائط صد قوي جدا من هرنانديز المحترف، وللمره الثالثه او الرابعه على التوالي يتاخد من اللاعب المحترف لفريق السويحلي الليبي حائط صد قوي جدا وياثر على النتيجه 22 سموحه 23 السويحلي. قربنا يا رجاله بفرق نقطه واحده، شد حيلكم شويه، ممكن بقدرتكم بقى وبخبرتكم كده وخبره جهازكم الفني يقدر ياخد او يقتنص المباراه في اي لحظه، والفارق مش بعيد بل بالعكس انتوا كنتوا متقدمين، وان شاء الله تنهوا المقطع الاخير من الشوط برضو بتقدم. طبعا ده لسان حالنا كلنا كمصريين، ان زي ما قلت لحضراتكم الذهب والفضه والبرونز يبقوا مصريين، ودي تبقى حاجه كويسه جدا طبعا في حق بقى مصر. وادي ابو ريه ما زال على الارسال، وارسال برضو متقن ولكن استقبال رائع، وادي كان بيحاول هنا بلوك ايمن شريف ولكن بتعترض علي ايمن، الحكام شايفه كل حاجه، خليك بس في لعبك انت وحاول كده زي ما اخذت حائط صد من هرنانديز تاخده مره ثانيه. ولكن هنا بيقترب السويحلي اكتر لنهايه الشوط الاول، و24 22 وادهم على الارسال. هنشوف كده ارسال ادهم هيعمل ايه. ادهم ارسال فلوتر مع الوزن خفيف خالص واستقبله ادهم، الادهمين كده لعبوا على بعض بارسال واستقبال، وادي امير تاني بيشدها برضو لادهم بقى السكندري، ودفاعات كده منخفضه، ولكن يفشل ادهم الليبي في اللحاق بالكره، وينجح طبعا ادهم السكندري بقى في حصول على النقطه وتعديل كده 23 ل 24. ومين نازل على الارسال؟ اكيد هيبقى الفيومي كابتن الفريق رقم 2 خالد الفيومي المنجز المبدع داخل فرقه سموحه. ارسال بريست الايد كده ولكن استقبال متقن، وادي بلوك اهو قلت لكم شريف ايمن او ده امير كمان المره دي بقى ما شاء الله لم ايديه كده وراح مدخلها فجاه لملعب السويحلي الليبي لهرنانديز، واخد منه بلوك غالي جدا يعدل بيه النتيجه. واظن لو استمر ارسال الفيومي على الاداء المتقن دوت ممكن البلوكات تخدمنا وتخلص الشوط لصالح سموحه. وادي الفيومي ارسال فعلا متقن وفي المناطق الخلفيه بقى، وهنا في اختلاف في التايمنج يا ادهم، لازم استنى تحت شويه عشان في فرق مسافه 3 متر بينك وبين الضارب، فبتهيالي بيعمل خرخله شويه لحوائط الصد. خمسة وعشرين السويحلي 24، ورجع هرنانديز على الارسال، لعيب مش عاجبني لحد ما هرنانديز، وادي زي ما بقول لكم بيضيع في الاخر 5 نقاط من المقطع الاخير
ثلاث بلوكات وكره في الشبكه، يعني مضيع لوحده اربع نقاط من خمسه. طبعا نسبه كبيره جدا على محترف انه يبقى موجود في صفوف فريق عايز ينافس على بطوله. وادي هنا ادهم بيلعب ارسال سريع واي حاجه كده في المنطقه الخلفيه، ايده ورجل في اطراف اصابع البلوكات اللي ما بتلاقيش دفاعات منخفضه تحاول كده تلحق بالكوره. ويرجع رقم 10 احمد جرواش على الارسال. ارسال سهل واستقبال ممتع، وادي كره هنا ولكن كانت محتاجه قوه شويه يا مروان، ومروان سنجل بلوك في ايديه وعلى خارج الملعب. وبينتهي الشوط الاول 27-25، وكان عندنا فرصه للتعديل يا اولاد في الشوط الاول، ولكن طبعا ملحوقه لسه، انتوا لسه في بدايه اللقاء، مش عايزين نمشي بقى واحنا راسنا كده مدلدله، لا ارفع راسك فوق انت مصري وعيش كده اللحظه بتاعت الدخول في مربع الذهب وانت قدها وقدود ان شاء الله. واكيد توقعاتي دلوقتي هيبقى تعديل شويه على النواحي الخططيه مع الكابتن طارق الزفتاوي وهو ادرى بيها طبعا، وهيبقى كلام نفسي اكتر عشان يدي روح معنويه عاليه لفرقته. وطبعا فريق السويحلي هو نهى الشوط دوت في رايي الشخصي مش بخبره ولا حاجه، ولكن كان ممكن يخسر ويكلف فرقته جامد قوي هرنانديز باخذ ثلاث بلوكات متتاليه في المقطع الاخير من الشوط الاول، وكره كمان من الارسال في الشارع او في الشبكه، فده معناه ان الفرقه دي ممكن لو ضغط عليها تقدر تفوز عليها يا سموحه، وان شاء الله اللي جاي احسن. كتير من بطولات افريقيا كان الاول والثاني فيها مصري خالص، زي 1980 كان الاول الاهلي الثاني الزمالك، 1983 كان الاول الاهلي الثاني الزمالك، 1984 كان الاول الزمالك الثاني الاهلي، في 1987 كان الاول الزمالك الثاني الاهلي، وكتير بقى من البطولات ديت هنسردها كده مع حضراتكم في التوقفات. ولكن طبعا اللي يحضرنا دلوقتي في سنة 2008 و2009 كان زمالك وأهلي، وفي 2010 كان أهلي وزمالك أول وتاني، وزي ما بقول لحضراتكم طلائع الجيش أخدها في 2016 كان أول البطولة الإفريقية، وكان التاني الترجي، وكان التالت ساعتها كان سموحة، وفي 2017 كان الأول الأهلي والتاني النجم الساحلي. ورصيد النادي الاهلي من البطولات الافريقيه كان 12 بطوله، ونعمل كلنا ان شاء الله النهارده ان ربنا يكرمهم كده في البطوله بقى رقم 37 ويضيفوا لنا رصيد تاني للبطولات ونصل للعلامه في النقطه 13. ونصيب مصر من البطولات كان 18 بطوله افريقيه، منهم 12 اهلي 5 زمالك 1 الجيش. والنهارده سواء الاهلي أو الجيش يفوز الاثنين مصريين، وهنعلي رصيد مصر من 18 بطولة إلى 19، وتفرق عن تونس أربع بطولات، يعني تونس وصل للنقطة 15 أو للبطولة 15 ويتوقف لأنه ما شاركش خالص في البطولة رقم 37 المقامة على ملعب النادي الأهلي. أعزائي بانتهاء الشوط الأول لصالح السويحلي نستأنف مع حضراتكم مجريات كده الشوط الثاني. الأداء حتى الآن من الفرقتين كده على فترات بيكون خططي وعلى فترات تانية بيكون متوتر، وعلى فترات أخرى بيكون متمكن، ولازم نثبت على الأداء المتمكن لفترة عشان نقدر نفوز، ولكن طبعا التوتر في الأداء بيفرق لنا الفرقة التانية عن السكور، وبنرجع بقى لما نلم نفسينا بنتعب قوي قبل ما نوصل للنقاط اللي اهدرناها. ولو الاداء بقى خططي ممكن بيكون بيواكب كده مجريات اللعب مع الفريق الاخر، فلازم يكون ادائك متمكن في اوقات كتيره جدا داخل مقاطع الشوط اللي احنا زي ما علمنا حضراتكم كده بنقسمها لثلاث مقاطع عند النقطه 8 والنقطه 16 والنقطه 25. وامير بيبدا كده البدايه في الشوط الثاني على الارسال لسموحه،
وبيلعب ارسال سائط كده على اللاعب المحترف هيرنانديز، وكره كده باول حائط صد من منطقه منتصف الشبكه، وبياخدها ابو ريا. ونشوف بقى لو اجاد ابو ريا ومحمد رضا ومعاهم طبعا يحيى لما بينزل برده بيغير مجريات اللعب، لو اجادوا ثلاثي كده منتصف الشبكه ممكن يبقى ليها شان تاني فرقه سموحه. وادي امير، كره كانت هتعمل تاتش لاين ولكن توفيق فما حلفكش فيها امير. واحد الجميع. الارسال مع عبد الرحمن دغانا رقم 7 كابتن الفرقه، وكره في مركز 2. هي دي القوه المطلوبه منك يا مروان يا عبد الباقي، مطلوب منك القوه في الاداء والسرعه كده عشان حوادث الصد ما تكونش اتكونت. وادي اشاره بارسال لفريق سموحه. ارسال خارج الملعب، بيرجع على الارسال اللاعب عبد السلام برولوس رقم 17. ارسال في الشبكه لكن يخدمه كده، وادي متابعه جيده الامير وترجع كده اي حاجه في ملعب فريق السويحلي. ومن مركز 4 بدا الراجل ده يضرب في الخطوط، خدوا بالكم كده. هرنانديز كان بيضرب في الزوايا وكان بيبقى قافل له معاه شريف ايمن جوه الزاويه فبتتاخد منه بلوكات، ولكن بقى هل هو تلقى تعليمات كده من مدربه السربي المخضرم دراجون، ولا عمل هو تعديل من نفسه بقى يضرب في اللاين. وادي استقبال رائع من رامي، وكره كده بحائط صد قوي جدا مفيش اي تغطيه عليها لان الكره كانت قنبله. 4 السويحلي 2 سموحة. لازم ناخد بالنا فريق سموحة، لو وصلنا الأداء بنفس الطريقة بتاعت الشوط الأول هتخرج المباراة 3-0 لفريق السويحلي، ولكن لازم بقى أيوه كده استقبالات متقنة وننوع اللعب فعلا يا أمير، ندخل سريع اللي بدأ يضرب وحتى لو اتاخدت منه وننقل اللعب لأطراف الملعب. وكرة كده في إيد عبد السلام برولوس وبتنزل نقطة مباشرة لفريق سموحة. 3 سموحة 4 السويحلي. ارسال سريع على مركز 5 على هرنانديز، وادي في تاتش كده في الكوره باين فعلا من رقم 3 ادم الليبي. ارسال مع ادم، لا عفوا، ارسال مع محمد الغور رقم 18. ارساله سريع على مركز 5 وفعلا ارساله اثر هنا على الاستقبال والحقها كده باقتدار شويه رامي السعيد وتتدرب ولكن في الدفاعات. وادي كره هنا مضروبه خارج الملعب، ونشكر كده عليها رامي على المجهود العالي اللي عمله رامي السعيد، ونقول لمروان استقبل يا مروان احسن من كده انت وادهم. أربعة سموحة 5 السويحلي. إرسال لشريف سريع واستقبال من نص الملعب كده وداخل سريع، وإيه كرة تانية من أدهم في إيد حوادث الصد وفي لمس شبكة. مالكش دعوة أنت يا أدهم بالتحكيم، خليك في الأداء بس وحاول تتقن كده أكتر مع زمايلك من اللاعبين المؤثرين داخل فريق سموحة اللي لو أجاد هو ومروان بيريحوا الفرقة كتير قوي. وادي شريف تاني ارسال برضو فلوتر على المحترف هيرنانديز اللي الكره بتاخد صوابعه كده وماسك صوابعه بقى ان يعني صوابعه مصابه يا عيني ما قدرش يزق الكره، ولكن انت غلطتك بغلطه الف لان انت محترف وعقدك قد الناس اللي موجوده دي اكيد فما ينفعش. تاني شريف ايمن وبرضو على هيرنانديز، وادي كره في منتصف الشبكه ما تلاقيش تغطيه كنت المفروض تعمل عليها تراي، انت اقرب شويه يا رامي لان الكور دي المفروض بتاعتك ترجع بره التلت كده بمتر ولا حاجه وتحاول عليها، لكن بيحاول فيها مروان عبد الباقي وما قدرش. النتيجه طبقا للوحه اللي على الشاشه 6-6، والسويحلي بارسال
استقبال من ادهم وكره كده متعلقه لكن مش كور ادهم ديت. خد بالك شويه يا امير، الراجل لما يستقبل ما بيحبش الكره تكون ماشيه كده او بوش، حاول توقفها له سنه لان الراجل بينط عالي جدا وما شاء الله عايز يتمطع براحته. 7 السويحلي، 6 سموحه، وراجع ادم على الارسال، ارسال سريع من ادم واستقبال رائع من ادهم، وادي هنا تاني برضو زي ما قلنا كده وبيلحقها بصعوبه ادهم ولكن يخدمه الحظ فيها وتيجي في حوادث الصد وتخرج خارج الملعب. يمكن هم متفقين على دي ولكن انا شايف في تاخير شويه بقى من ادهم في دخوله كده على الكور الدبل، لازم يدخلها اسرع شويه عشان ياخدها من فوق. وادي ارسال واستقبال من هرنانديز وكره كده بتلمس جسم شريف ايمن وهي خارجه خارج الملعب وتبقى نقطه مباشره لفريق السويحلي. وادي بقى الكابتن ناصر حمدي كده بيجي لنا على الشاشه في اللجنه المنظمه للبطوله الافريقيه، وطبعا من الاتحاد المصري، واول نقطه في اول وقت مستقطع في الشوط الثاني. 8 السويحلي، 7 سموحه. الاداء مش محمسنا، احنا بنحاول بس نوصل لكم ان الاداء ممتع وعنيف ولكن الاداء نمطي من فريق السويحلي وبيلاقي سهوله في كسب النقاط طبعا من منتصف الشبكه شويه. لازم يتقن بقى محمد ابو ريه ومحمد رضا حوائط الصد وكمان يشوطوا كتير قوي ويهربوا من ايد البلوكات كده عشان يقدروا يخلوا فرقتهم تطلع بسنجل بلوك من الاطراف. ولكن انا شايف حتى الان منذ بدايه اللقاء ولاعيب الاطراف مفيش الا كره او اتنين بس اللي طلع فيهم مروان عبد الباقي او شريف ايمن بسنجل بلوك، وباقي الكرات كلها بدبل بلوك، ودي بتبقى غلطه السريع مع المعد. لازم يقنع السريع، يدخل بجد ويقنع منتصف الشبكه ان هو داخل يضرب عشان يطلع معاه البلوكات. وادي هرنانديز على الارسال، ارسال بريست ايديه ولكن يقراها ادهم برافو وتترفع كده في المنطقه الخلفيه لشريف ايمن ويتعمل عليها تراي ولكن غير موفق من فريق السويحلي. طبعا فريق شقيق ونتمنى له التوفيق برضه واجتهاده وحظوظه تكون كويسه ان شاء الله، ولكن معلش بقى السويحلي احنا دلوقتي بنلعب باسم مصر. طبعا مصر في قلوبنا بقى وغاليه علينا كلنا، باي فريق يلعب ليها لازم نشجعه. وارسال كده مع رضا وارسال مؤثر ولكن استقبال كان جيد. وادي هنا الراجل يا عيني اللي بياخدوا منه بلوكات كتير رقم 17 عبد السلام برولوس او المحترف هرنانديز، والاثنين دول لو وقفوا فعلا هنأثر على فريق السويحلي. وانا شايف ان الغول لغايه دلوقتي شغله قليل قوي في قلب ملعب السويحلي. وادي تاني محمد رضا بنفس الارسال والمره دي اثر شويه في الاستقبال، وادي حائط صد تاني وكره كده مسقطه. كان لازم يا شريف انت تصحى للكوره وتنزل بدري، انت كنت مستعد للضرب الخلفي وسبت مهامك الدفاعيه. وادي امير هنا بيحاول كده يلم زمايله ويشجعهم. هنا بقى بيأخروا اللاعب عبد السلام برولوس كده وبيدخلوا عليه عشان يحاول هو يهرب شويه في الدفاعات، ولكن طبعا عبد السلام هنا بلوكه قليل فعلا اهو زي ما احنا شايفين، واللي اخدها منه المره دي امير زق الكره في ايديه. يعني امال مع الضارب بقى هيعمل ايه لما بصير او معد قدر ياخد منك الكره دانك يا عبد السلام. طبعا ده كله كويس لمصلحه فريق سموحه وتقدم بنقطه 10-9. امير على الارسال، ارسال سهل كده وطويل ولكن بقى اسقاط ممتع ورائع للاعب رقم 7 في فريق السويحلي عبد الرحمن دغانة. معد الفريق واللي رجع على الارسال كابتن الفريق هو عبد الرحمن، وارسال سريع فلوتر لكن استقبال رائع من رامي السعيد وكوره كده من مركز 2 يطلع فيها على طول مروان عبد الباقي ويضرب كره في ايد حائط الصد على الشارع. ارسال مع مروان، ثبت ايدك فوق بس يا مروان، ايوه كده تمام، وكره انسايد 100% على برضو اللاعب رقم 17 اسماعيل عبد السلام برولوس.
بيحاولوا كده يشجعوه يلموه شويه في الاداء، لانه محوري فعلا داخل فرقته، ولو اثرنا عليه يبقى خرجنا لاعب مهم جدا بره الاداء. وتاني ثبت ايدك برضو، وكويس قوي، برافو يا ولد، ويرجع تاني اهو ويلمها ابو ريه، وتتشد في مركز اربعه لادهم بقى اللي اجاد جدا في الكره دي بالرغم من صعود حائط صد، والراجل رقم 12 اللي بينزل فيه الدفاعات ليبرو الفريق الثاني علي حميدي، وبينزل كده ما بيطلعش دفاع ويقول لهم معلش الغلطه عندنا. ووقت مستقطع بيطلبه مدرب السربي لفريق السويحلي درادوفيتش دراجون. طبعا عارفين الاسماء السربيه بقى والكرواتيه والروسيه، مقطع ديفيتش دوت لازم يبقى موجود داخل الاسم. ينتهي الوقت المستقطع الاول اللي طلبه السويحلي، و13 سموحه 10 السويحلي. مروان ثبت ايدك يا مروان في الارسال، نزلت بايديك شويه فالكره نزلت تحت مستواك، جت في الشبكه. 11 السويحلي 13 سموحه. عبد السلام برولوس ارسال برضو ضايع في الشبكه، مش مؤثر بقى عبد السلام، خلاص خرجوه بره الاداء من بدايه اللقاء بفضل بقى تعليمات طارق الزفتاوي على ليه فرقته، اثروا في الاداء على عبد السلام برولوس، وما زالوا مستلمينه كده في الاستقبال، واظن ان المدرب بره ما عندوش حد غيره لان اغلاطه بقى كتير. وهرنانديز بيستقبل كره كويسه المره دي، وادي دفاعات من ادهم وتتشد له كده تاني، ويهرب ادهم ويأخر كتفه شويه اللي بتخبط الكره في الغول وتطلع خارج الملعب. بدأ يفرق سموحه 15 11، وابو ريه ما زال على الارسال في الارسال الثاني ليه، وابو ريه ارسال سريع اهو على عبد السلام برولوس اللي اجاد كده في الاستقبال، ولكن كان خاطئ الى حد ما شويه، كان رايح سريع جدا للمعد، ودانك بلوك ولكن خارج الملعب من ادهم. 12 15 حكم هنا كده بيصغر لاحد اللاعبين وبينده لكابتن الفرقه بيقول لهم الكره جاست اوت، فما حدش يتكلم لو سمحت، بينده له بيقول له تعالى لنا. والغول راجع على الارسال، وكويس ان هو اكتفى بس بالانذار الشفوي. 12 السويحلي وتقدمه في الصوت الاول، و15 سموحه في الصوت الثاني. وامير بيبص هنا وبيعمل خداع، ولكن تتاخد الكره من محمد رضا وترجع كده سهله ثاني، وبيشدها عبد السلام لمركز اثنين اللي بيحط كوره سوفت بول برست ايديه كده، ولكن بيسحب ايديه ادهم، تنزل كده نقطه مباشره في ملعب سموحه. ولازم نوقف التقدم ده، ما نستناش للتكنيكال تايم اوت. تاني الغول، وادي استقبال خاطئ، كان لازم نوقف من النقطه اللي فاتت. وادي كره كده تانيه في ملعب السويحلي ونقطه، وزي ما بنقول كان لازم نوقف في النقطه اللي فاتت عشان ما نضطرش دلوقتي ناخد تايم اوت، وكانت المحصله واحده لو اخدناه في النقطه اللي فاتت، ولكن برضو ما اخدناهوش. ناس كتيره تفتكر ان انا متجني على الاداء او طريقه الكاتشانه، ولكن انا بقول الواقع، وهيتكلم فيها اكيد بقى الدكتور فؤاد عبد السلام والكابتن ماجد مصطفى وكابتن شعراوي كده ضيوف استديو التحليل مع كابتن هيثم. ادي 16 سموحه 14 السويحلي، ولكن هي في الاول وفي الاخر بتبقى مدارس. انا مدرستي بشوف على حسب بقى القناعات الشخصيه، بقدر لما فرقتي تكون متاخره اخد تايم اوت، ولا استنى لما تبقى متقدمه وبعدين
يحصل عليها استنزاف في النقاط ولا في مدارس كثيره جدا في النقطه دي. ولكن طبعا انا واحد من الناس ما بحبش اسيب فرقتي يحصل عليها ستريس على طول، لان ممكن دوت ياثر على نفسيه اللاعبين. حتى لو انا اتقدمت النقطه كده وهقعد اكلمهم بقى نفسي، ولكن طبعا مهاري مش هيبقوا واثقين في نفسهم نتيجه بقى التذبذب اللي حصل لهم. وزي ما بقول لكم كل صح، ولكن في حاجه اقرب للصح هيتكلم فيها بقى خبيرنا الدولي واللي مسك كده بقى منتخبات وانديه كبيره ومرن على كافه المستويات، الدكتور فؤاد عبد السلام، ومعاه بقى الكابتن شعراوي بخبرته العاليه طبعا ونجاحاته الكتير قوي مع منتخبات مصر، وكابتن ماجد مصطفى من جيل الوسط بقى اللي كان من الجيل الذهبي للنادي الاهلي واللي عمل برضه نجاحات كتير سواء مع الانديه اللي مسكها او المنتخبات. وهيقولوا لنا بقى مدارس اخذ التايم اوت او التوقيت المثالي للتايم اوت، لانه بيبقى محوري طبعا في اداء الفريق. وادي هنا 15 السويحلي 16 سموحه، اللاعب رقم 3 على الارسال ادهم، وارسال كده مع استقبال جيد، وكره كده من شريف ايمن من حوائط الصد القويه للمحترف هرنانديز. وادي بقى هنا زي ما احنا شايفين كده النتيجه وصلت لكام، 16 16 بعد ما كانت 15 11. طالما في كيرف اداء عالي او في كيرف عمال يعلى لفريق لازم اوقف الكيرف دوت وابدا اكسره قبل ما يوصل لذروته، ولكن للاسف كيرف فريق السويحلي وصل لذروته وبعدين استنينا للتكنيكال تايم اوت فما قدرناش نوقفه بعد التايم اوت، ونتيجه كده انه اخذ ثلاث نقاط كمان متتاليه اهو وصل للنقطه 17. لو عدينا دلوقتي هنلاقي احنا كنا 15 11 يعني السويحلي اخذ ست نقاط يعتبر متتاليه، واحنا اخذنا نقطه واحده عشان ما نضحيش بتايم اوت واضطرينا ناخد تايم اوت دلوقتي. ولكن للاسف من رايي الشخصي الكيرف لفريق السويحلي واصل لافضل حالاته وكسره هيبقى صعب دلوقتي وهيبقى باي لك. وقت مستقطع لنادي سموحه 17 السويحلي 16 سموحه. بينتهي الوقت المستقطع، محتاجين دلوقتي بقى دفعة معنوية كبيرة جدا للاعبي سموحة تطلع كده من الكبوة اللي بتحصل لها داخل الشوط تخليها تقف كده عن الأداء خمس وست نقاط، وإن شاء الله يضيع بقى أدهم ولا إيه. ولكن أدهم لعب إرسال على أدهم السكندري، وأدي هنا كورة كده ودفاعات وباي لك تجيلهم تاني وترجع لملعب سموحة ماشية معاهم النهاردة ولا إيه. وأدي أدهم تاني وبرده كانت هتبقى باي لك كده وتطلع، ولكن بقى باقتدار كده أدهم بيشوطها وبيعمل اللي عليه وربنا بيوفقهم فيها ويوصل للنقطة ال 17. 17 سموحة 17 السويحلي. ورجع أدهم على الإرسال، أدهم محرم. إرسال سريع من أدهم وأدي استقبال خاطئ، وكويس إن إحنا هنشتغل كمان على نفس الراجل رقم 17 وربنا يكرمنا الإرسال يمشي معانا ونصطاد بقى عبد السلام برولوش ده رقم 17 استقباله مهزوز. وفعلا هنا بدأ بقى المدرب السربي يعمل تغيير، هل هيطلع عبد السلام ولا إيه؟ ولكن هو عمل تغيير دوت عشان نفهم السادة المتابعين ازاي يغير معد وهو اللي غلطان عبد السلام، ولكن هو الراجل بيقصد بس توقيف الملعب شويه عشان الارسال يجي سهل او يضيع، ولكن الارسال المره دي راح على هرنانديز. وادي هنا الراجل رفع في منتصف الشبكه امير بيلحقها، كانت مخنوقه شويه امير، وادي هنا في تخطي فعلا حسبه الحكم الثاني، ومروان عبد الباقي كان بعد ما شاط كورته معدي وخبط، بس مش شرط يكون خبط دوت انه يكون عدى بالكامل، ولكن الحكم الثاني شاف ان هو معدي رجليه بالكامل واعاق الخصم، ودي في حد ذاتها قانونا تبقى خطا. رقم 4 هرنانديز على الارسال 18 الفريقين.
وهرنانديز ارسال قوي في الشبكه. جاي الراجل ده النهارده ينفض لنا الشبكه وينتقم كده من الشبكه ولا ايه؟ وعايزينه كده على طول لغايه لما يخلص، وبعد كده هم بقى يفسخوا عقده معاهم ولا يكملوه. هو لاعب محترف ويتصرف معاهم، ولكن طبعا لا يجيد النهارده باي شيء يجعله لاعب محترف ضمن صفوف فريق بينافس. وادي هنا محمد رضا بيرد علينا وبيقول لنا انا كمان ممكن اضيع، ولكن يا رضا مش وقته خالص، انت في احوج الحاجه للنقطه، وانت من ابناء نادي سموحه واسكندريه وعايز تعمل حاجه لفريقك، وانا عارف كويس انك مش قاصد تضيع. طبعا الارسال بيبقى الاداء بس شويه متوتر، وهنا استقبال جيد، وادي هنا مروان بيعوض بقى خطاه بنقطه مباشره جميله جدا. عفوا، عشرين سموحة 19 السويحلي وأمير على الإرسال. استقبال خاطئ من هيرنانديز، وإرسال كان مؤثر جدا، وهنا بيحاول بقى يتعصب عليه كده الراجل رقم 7 عبد الرحمن دوغانا ويقول له استقبل صوابع. تخيلوا انتوا راجل محترف زي ما قلنا في صفوف فريق بطل واستقباله وحش، طب مين اللي جاب أصلا المحترف ده؟ ومين اللي دخله الصفوف داخل الفرقة؟ فلا تلومن الا نفسك يا مدرب الفريق السربي. وقت مستقطع طلبه السربي دراجون، طبعا اكيد بقى هيغسل فيه بره هرنانديز كده ومعاه شويه عبد السلام برولوس عشان يهتموا شويه بالاستقبال، واكيد الزفتاوي هياكد انك تلعب على هرنانديز او عبد السلام برولوس. هنشوف كده تعليمات الزفتاوي بتقول ايه. وهنا كده ارسال فعلا على هرنانديز اهو، وتترفع ليه عبد السلام، ومتشكرين منك يا عبد السلام، والله الراجل عمل اللي عليه وفعلا نفذ اداء مدربه واخد حائط صد قوي جدا للبديل اللي نزل شريف عبد الرؤوف مكان شريف ايمن. جميل قوي ان شريف بيسلم شريف. وادي تاني امير على عبد السلام، الاستقبال المهزوز وحوائط صد، ولكن طلعنا بدري يا شريف يا عبد الرؤوف، بندي لك حقك لما بتخلص الكوره، وبنقول اللي عليك برضو لما الكوره بتغلط، طلعت بدري قوي. ارسال مع السويحلي، واللاعب رقم 7 معد الفريق عبد الرحمن دغانا، واستقبال خارج 3 متر. ما تزعلش يا ادهم، بس ركز في اللي جاي. وادي هنا مروان بيلحق الكره كده قبل عبد السلام برولوس، وينتشها برست ايديه تروح مع اللاين كده الجانبي وتعمل نقطه مباشره ب 23 لسموحه 20 السويحلي. يلا يا اولاد، والتايم اوت اللي بياخده الكابتن طارق بيأثر فعلا على أداء فريق سموحة وبيخليه إيجابي جدا. وأدي إنسايد فعلا، كرة إنسايد، جاست إنسايد، باينة جدا، ولو اتعاد تبقى إنسايد، ما تحلفش يا غول، روح بقى صوم 3 أيام أنت بتقول والله أوت. كرة إنسايد فعلا، وحامل الراية مش مصري عشان ما يقولوش إن إحنا بنجاملهم. وطلع هنا أدهم ونزل رقم 13 محمود لاشين. ثبت ايدك يا ادهم فوق، نقطه شوت ولكن خارج الملعب ولسه فيها كلام. 21 السويحلي 24 سموحه. ارسال مع عبد السلام برولوس، ضايع ولا ايه؟ لا، ارسال سهل، ومتشكرين من رامي السعيد على الاستقبال الممتع، ومتشكرين اكتر على سنتر البلوك المتألق اللي ضرب لنا كرة قوية قوي وحقق بيها نقطة مباشرة أبو ريا. وواحد واحد في الأصوات، وشكلنا هنبقى مباراة طويلة النهاردة، ولكن أتوقع لو استمر فريق سموحة على أدائه المتزن في الشوط الثاني إلى حد كبير هيقدر يخلص المباراة 3-1، بالأخص لأنه عرف إن مصادر الإزعاج بتكمن في فريق السويحلي عند عبد السلام برولوس وعند هرنانديز في الاستقبال،
واللي قدر يبوظ فعلا الاليه او السيمتريه كده عندهم شويه. واتوقع ان ما عندوش بدايل بره المدرب السربي دراجون، ولو استمر الاداء على كده ممكن يجيد فريق سموحه ويكسب 3-1. واحد واحد في الأصوات، وما ننساش بقى قافلة اللي بتقود كده نادي سموحة من اللاعبين خالد الفيومي وأمير كربوعة ومحمد أشرف وأدهم محرم ومحمد منصور ومحمد يحيى ومحمد رضا، شريف أيمن، محمد أبو راية، رامي السيد، مصطفى يسري، رامي السعيد، مصطفى يسري، وطبعا بقى بجهازه الفني المتمكن حتى الآن طارق الزفتاوي، عمرو راشد، ابراهيم جمعه دكتور، ووليد عبد العزيز، وليد عمر عبد العزيز مدير البعثه او رئيس البعثه. وطبعا احقاقا للحق فريق السويحلي مقدم بطوله برضو رائعه وعامل نتائج كويسه جدا، وكنا قلنا لحضراتكم انه فاز على فاينانس البنيني وسويم بلو سيشل ودي جي ار سي الكونغولي وبافيا الكاميروني والطيران، وفي دور الثمانيه فاز على اهلي بنغازي الشقيق بالنسبه له طبعا وبالنسبه لنا، وفي دور الاربعه بقى خسر قدام القدير نادي طلائع الجيش بنتيجه 3-1 بعد ما قدم مباراه رائعه اشاد فيها جميع المتابعين حتى جهاز الفني والاداري واللاعبين لنادي الجيش، احترموا جدا فريق السويحلي واعتبروه كان منافس عنيد فعلا، والمباراه خرجت صعبه ولكن بقى بخبره وقياده فريق نادي الجيش كده واستراتيجيته نحو الوصول لافضل المراكز كمل ووصل فعلا للنهائي، والسويحلي راح للمركز الثالث والرابع مع سموحه بعد ما سموحه خسر امام طبعا، ومن حظوظه ان هو لعب قدام بقى الاهلي، حظوظه العاسره طبعا انه لعب قدام الاهلي في قبل النهائي وكان صعب جدا الفوز عليه ولكن ما كانش مستحيل، واجاد سموحه في الشوط الثالث، وطبعا بقى تعرض الاهلي كده لاصابه نجمه قض، ودي اللي هتاثر عليه النهارده ولا ايه؟ طبعا نتمناها انها ما تاثرش ونتمنى الشفاء العاجل لقض لانه عنصر مهم جدا داخل صفوف النادي الاهلي، وان كان بقى الرباط الخارجي هو اللي فيه اصابه كده هنشوف بقى النهارده الرد هيكون ايه، وطبعا انا واثق وكلكم ثقه في لاعبين النادي الاهلي وقياده النادي الاهلي متمثله في مسلحي انه هيقدر يتعامل مع مثل هذه الظروف، وان كان عنده في الدكه بره ما فيش لاعب اتنينات صريح وبيحاول كده ينقل عادل شويه في اتنين فيخسروا في ثلاثه، ولو نقل احمد سعيد في اتنين فيخسروا في اربعه، ويحاول يتعامل مع الدكه اللي موجوده، وان كان ده هيقفل عليه بقى البدايل اكتر واكتر، وطبعا هي مباراه النهارده لحياه بلاش كلمه موت لان الاتنين هينعموا بالحياه ان شاء الله في ظل حصول مصر على احدى الذهبيه والفضيه. رقم 7 هيبدأ الإرسال عبد الرحمن دغانة، إرسال سهل واستقبال يعني متواضع، ولكن الله عليك يا أمير بخبرتك كده بتعمل زي ما بنقول من الفسيخ شربات، وطبعا بقى بمناسبة شم النسيم خدت أنت الفسيخة دي ونزلتها كده للملعب وطلعت منها نقطة جميلة قوي. كل سنة وجمهورنا العزيز طبعا بصحة وبسلامة. واحد سموحة لا شيء السويحلي، ورجع كده امير عل ارسال، وارسال سريع واستقبال جيد ورائع، وعجبني قوي سنتر البلوك للسويحلي الغول بيطلع ويقف فوق ويلف يمين وشمال، وطبعا لازم هنا يكون معاه اسيستنت بلوك لفريق سموحه عشان الراجل بيطلع عالي قوي ولازم الاطراف تساعد شويه مع البلوكات. وادي عبد السلام على الارسال مش من اولها بقى، عبد السلام كده شويه زي ما كنت واقف، وبيرد هنا محمد ابو ريه ولكن ما بيوافقوش بقى الحظ وتطلع خارج الملعب، طولت ايدك فيها شويه يا ريه ولكن طبعا جود لك معلش. 2 السويحلي 1 سموحه، شايف كده من البدايه فريق سموحه فريق السويحلي نازل بيحاول كده يستقتل على اللقاء، وادي امير وكره بيهرب بيها فعلا مروان ولكن خارج الملعب يا مروان، هربت من البلوكات
وما كانش عندك الا اللاين، واللاين كان ممسوك فضربت خارج الملعب. وعبد السلام بعد ما نام كده في الشوط الاول والثاني راجع لنا بقى في الشوط الثالث يقول لا مش هتقدروا تاثروا عليا ولا ايه، ولكن طبعا احنا عايزينك نايم شويه يا عبد الرحمن يا عبد السلام. وادي كره هنا في حوائط الصد بيضربها ادهم، وانا شايف بيضربها شريف عفوا عبد الرؤوف، وانا شايف بس الكور عايز تعلى شويه يا امير، الناس كده مش مستريحه الى حد ما في الاتاك، شايف الناس كده بتنزل بصعوبه قوي. وان جيت للحق يعني كورك ممتعه وكور دوليه فعلا، ولكن لسه في عدم جاهزيه للاعبي الاطراف لانهم بيشاركوا في الاستقبال، والارسالات عنيفه شويه من فريق السويحلي. وادي هنا بقى مروان واستقبال جيد وممتع، وكره في مركز اتنين بتفاجئ مروان، وكانت سريعه جدا، هي مش قويه ولكنها سريعه جدا، واحنا عارفين ان القوه لا تولد سرعه ولكن السرعه بتولد قوه، والكره من سرعتها بانت انها قويه قوي وفاجئت مروان كده، ونقطه مباشره 4 السويحلي 2 سموحه. ورجع الغول على الارسال من اللاعبين المميزين داخل صفوف ليبيا، واستقبال رائع وممتع من رامي، وتراي كده بصعوبه شويه، ولكن طبعا زعلان هنا بقى عبد السلام برولوس، واللي هيكون كده بدايه نزول تاني لمستواه، وهيبداوا يشتغلوا عليه هنا تاني في الارسالات طبقا طبعا لتعليمات بقى الكابتن طارق الزفتاوي، وهو صح في ديت طبعا 100%، لان الراجل دوت استقباله مهزوز شويه هو وهرنانديز، ولكن هرنانديز على فكره لم نفسه شويه في الصوت اللي فات، لكن لسه عبد السلام. وادي هنا كره كانت تتمسك، محتاجين دلوقتي عفوا بقى محتاجين سنتر بلوك يثبت ايديه شويه في الضرب السريع، حتى احدى المشاهدين اهو بيقول لازم يثبت ايديه في البلوكات، واظن ان ده حكم مساعد بس شكله كده لعب طايره يعني، بيقول ثبت ايدك شويه في البلوكات، وشايفينها كده كانت على الشاشه. وادهم الليبي بيرجع على الارسال، ارسال سهل واستقبال رائع من مروان، وادهم بينط كده من فوق الكل، ولكن كورتك يا ادهم بتاعت اللاين بتلمس كتير العصا الهوائيه، وخد بالك من النقطه ديت، في نقط حساسه جدا ممكن تقلب لك الشوط، ولكن احنا عشان في مقطع الاول من الشوط الثالث بنعذرك فيها وبنقول لك يلا شد حيلك للي جاي. ادم، وادي هنا امير بيتابع كده كورته، وكره مرفوعه اي حاجه بيسيبوه خالص، وترجع باستقبال او بديفنس قوي، وشبه تفكك كده حصل في صفوف او في حوائط الصد لازم يتلموا عليها من البدايه، ولكن يتسع الفارق لسبعه ثلاثه. نزل يحيى عشان يثبت ايديه في البلوكات زي ما قلنا، لان دي ميزه بتميز يحيى انه بيسيب ايديه كده، عفوا كنا بنقول له دايما يا يحيى انت سايب الزلومه كده فوق، حتى لو نزل من البلوكات تلاقيه راح رامي ايديه الشمال من ناحيه الضريبه مركز اربعات، وروح سايب ريست ايديه بيعلق بيها كرات كتير، وهنشوف كده بقى في الضرب السريع هيعمل ايه، ولكن هو طبعا في بدايه نزوله لسه خاف امير ان هو ما يكونش جاهز فما ادالوش الكوره، ورفع في مركز اثنين بسنجل بلوك ياخدها منه هرنانديز بنقطه مباشره، وثمانية السويحلي 3 سموحه. وعجبني قوي الهدوء اللي على وجه الكابتن طارق الزفتاوي وعمرو راشد، وبيتعاملوا كده مع الاداء بتلقائيه وبمرونه وسلاسه، ولكن دوت ما ياخدناش الى رضا بالنتيجه او رضا بالمركز الرابع، احنا نتمنى سموحه طبعا في المركز الثالث، وان شاء الله المواسم القادمه تكون افضل وافضل. الوقت المستقطع الفني الاول، وسموحه متاخره بفارق 5 نقاط. تخيلوا بقى حضراتكم كمان لو فريق الزمالك كان جاهز فنيا و للدخول بيه البطولة الإفريقية، كان بقى عندنا ممكن نقول الأول والتاني والتالت والرابع والخامس كمان مصري، ولكن طبعا
ما كانش بقى فريق الزمالك محتل مركز كويس في المسابقة السنة اللي فاتت، وطبعا كده الزمالك السنة دي احتل مركز متقدم في الدوري المصري وهيشارك في بطولة افريقيا للعام القادم، واللي اكيد بقى هو بدأ يستعد دلوقتي لبطولات افريقيا وبطولات الدوري وبطولات الكاس للعام السابق رجوعا منه على المنافسات. ولكن طبعا زي ما هو بيستعد نادي الاهلي بيستعد ونادي الجيش برضه هيستعد، ويا ترى بقى تظهر معاه انديه تانية زي الطيران وسموحه هتفضل على نفس مركزها ولا في انديه جديده كده هتظهر لنا. وادي كره هنا فيها دفاعات قويه واصرار من الفرقتين، وعبد السلام بيلم كورته تشد مركز اربعه هرنانديز المره دي بعقل. هرنانديز كان الاول بيضرب بقوه جدا فبتنزل في بطن البلوكات، ولكن المره دي بقى يثبت ايديه من فوق حوالي الصد ويضرب بلست ايديه في المكان الفاضي. طبعا دي خبره بقى من الراجل ده بصفته طبعا محترف، وسمع كلامنا وحس كده ان عقده ممكن يتفسخ لما يروح ولا ايه، فخايف طبعا هو على فلوسه فقال لك لا العب بقى واحترم نفسي شويه، انا عايز اخد مركز ثالث عشان تحط في السي في بتاعي. ولكن لسه حتى الان ما لعبش ارسالات تقنعنا ان الراجل ده محترف بيلعب كده بريست ايديه. وادي هنا دخل كده بصوره غريبه شويه على زميله وكان هيلخبط الدنيا، ولكن طبعا كره ترجع سهله قوي ودفاعات منخفضه غير جيده وبيوصل سموحه للنقطه الخامسه. الحكم سايب اي حد يجي يكلمه خلاص، هو كابتن الفرقه من حقه يتناقش مع الحكم، ولكن في كره فيها نقاش، ولكن كره نازله من سن الشبكه وفيها دفاع غلط بتناقش في ايه مش عارف. ادهم ارسال سريع جدا وممتع جدا، ولكن استقبال من ليبرو فريق السويحلي اللي عجبني قوي احمد عبد السلام واللي اتوقع انه يبقى من المستقبلين الجيدين داخل البطوله. وطبعا لكون بقى ان هو ما كملش في النهائيات ممكن ده يضعف السكاوتنج بتاعه شويه. وادي هنا برضو استقبال لرامي سعيد، ولكن حائط صد قوي بتاخد المره دي من مين؟ من يحيى اللي لسه نازل، وزي ما قلت لكم الغول دوت غول فعلا على الشبكه، بيبدا كده يحرك ايديه من فوق وعمق الفارق وعمق الجراح في الشوط الثالث بفارق ست نقاط للسويحلي 11 سموحه 5. وقت مستقطع بيطلبه كابتن الزفتاوي وبدا يكلم في شريف بيقول له انا منزلك في الشوط ده عشان تأمن شويه الضرب وتضرب اواخر الملعب، مش لازم اضرب ديبر وتحط ايديك كويس في حوائط الصد وما تاخدش الكره متاخر او بدري. وبيحاول بقى يفهمهم الاداء ايه، والراجل الصراحه بيعمل اللي عليه والباقي دلوقتي على اللاعبين. وادي هنا مناقشه كده بين المدرب العام عمرو راشد والكابتن طارق الزفتاوي وبيفهموا بعض الدنيا تمشي ازاي. وطبعا دوت نقاش بقى في ظل جروب عمل او مجموعه عمل بيكونها كده المدير الفني وبيسمح للناس انت تتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه، وده بيبقى مريح طبعا في بدايه مشوار العمل. على الارسال علي جنيفا وبيجيب نقطه مباشره علي جنيفا بارساله. ارساله سهل ولكن اعتماد كده شويه على بعض ويوسع الفارق زي ما قلنا لسبع نقاط. علي جنيفا ارسال تاني سريع ولكن استقبال كالعاده من رامي جيد جدا وما بيلاقيش حد يخلص كورته، وهنا مروان بيطلب منهم يعملوا كده دفاعات، وفعلا مروان عنده حق، ولكن يا مروان انا لازم اضرب من فوق شويه والكره ما اتاخدش مني دنك كده كل شويه، اضرب من عالي من اعلى نقطه ليك. مروان عبد الباي من اللاعبين الجيدين جدا واللي شارك كتير في معسكرات المنتخبات ولكن ما كانش بيكمل معاهم لاواخر البطوله. وادي هنا تاني شريف عبد الرؤوف. ايوه كده يا شريف لسه مكلمك عليها، كابتن طارق الزفتاوي قال لك المس الكره من فوق قوي وحرك رست ايدك فيها وما تخافش واضرب وما تنزلش بالكره دي بر. وادي هنا بقى كالعاده بينزل منصور اللي تالق في مباراه دور الثمانيه ومباراه الاربعه، وطلع كده مروان وكالعاده منصور بيتالق في حوائط الصد وفي الضرب الساحق
وهنشوفه بقى في الارسال والاستقبال. وادي يحيى هنا بارسال سريع جدا ومؤثر وخطير قوي على اللاعب رقم 17 اللي رجع تاني عبد السلام برولوس يضيع استقبالاته ويقرب شويه بشويه الفارق. ولو استمر يحيى على كده ممكن يضيق الفارق جدا. يلا يا يحيى على مهلك وعلى عبد السلام برضو رقم 17، ركز وحط ايدك مباشره عليه. ولكن هنا كان ضعيف شويه يحيى وكان خارج الملعب، وبرضو عبد السلام عشان مهزوز جابها. وكره هنا بتترفع من ادهم بره الشبكه وبتتحط من غير معنى منصور، اضرب جامد ما يهمكش وعلى اخر الملعب. وتغطيه هنا من يحيى وتتحط تاني في مركز اربعه المنصور. زي ما قلت لكم منصور بيجيد التعامل مع اي كوره لانه ما شاء الله بينط ويقف فوق شويه كده في الهواء، ودي بتبقى بقى قدره مختلفه ما بين اللاعبين. في لاعبين بيبقى عندهم جامب عالي جدا ولكن بيسقط على طول ما بيقفش فوق شويه، واللاعبين اللي بيتميزوا بوقوفهم فوق كان زي ميدو مشلحي اللي هو كابتن النادي الاهلي دلوقتي ومدرب النادي الاهلي، كان من النوع ده اللي بيقف لغايه لما يشوف كده البلوك شكله ايه ويضرب على ايد البلوك او في الاماكن الفاضيه. وهنا بقى الراجل بتاع ليبيا طمع جدا بصعود سنجل بلوك امير، ولكن ضرب في اللاين ضربها خارج الملعب. وتغييره موفقه جدا من الكابتن طارق الزفتاوي بنزول منصور مكان عبد الباقي مروان عبد الباقي. وان كان منصور لسه ما عملش حاجه ولكن هو وقف الاداء وقدر يدي ثقه كده لزمايله، وفعلا اجاد يحيى بالارسال شويه. ينتهي الوقت المستقطع الاول اللي طلبه دراجون واسمه دراجان السربي. ويحيى مازال على الارسال وبرضو ارساله مؤثر. يحيى على مهلك يا يحيى. يحيى محمد زي ما قلنا لحضراتكم كان بدايته في نادي القاهره ثم انتقل لهليوبلس ثم بتروجيت ثم سموحه، وبقاله فتره مع سموحه ولكن بيضيع الارسال يحيى محمد. مش وقتك خالص يا يحيى. وادي شريف عبد الرؤوف بيحاول يحمس زمايله وامير كمان بيرد عليه اهو، وشايف كده حماس داخل الصفوف انه يحاولوا بقى يلموا نفسهم في الشوط الثالث. ورجع عبد الرحمن دغانا على الارسال رقم 7 عبد الرحمن كابتن الفريق. واستقبال جيد المره دي جيد جدا من ادهم. وادي منصور الكره كده واخده تاتش للراجل الليبرو ولا ايه، ولكن خارج الملعب بيشير ليها الحكم. منصور ضربها عالي جدا ولكن لسه ما دخلش اجواء اللقاء. وهدي كده معانا الاداء بقى اداء نمطي، استقبال ورفع وضرب وكره اما بلوك او في الاوت من الفرقتين الكلام ده. وادي هنا كره فيها تراي، عايزين امتاع شويه في اللقاء. ولكن طبعا كره حتى سوفت بول اهي بيحطها منصور خارج الملعب. وطبعا على قد اجاده منصور والحاجات اللي قلتها عليه مميزه جدا زي الارتقاء العالي وبيقف فوق وبيجيد التعامل، ولكن عنده الحساسيه او سنس الاداء شويه بيهرب من ايديه، وده اللي خلى كره سهله زي دي تطلع خارج الملعب. وان كان منصور عنده خبرات كتيره ولكن في لاعب كده بنلاقي سنس ايديه عالي جدا. ويا سلام بقى زي ما كان حمدي الصافي وكان ميدو مصلحي كده، كانوا الاثنين بيتميزوا بالقوه وبالسنس العالي. وكان في لاعب بقى مش عارف حضراتكم اكيد لازم تفتكروه، محمد عبد الكريم اللي كان الكوره بتبقى مضروبه عليه صاروخ ويفوت الكوره كده تلاقيها سنتي بره الملعب، وسنسه عالي جدا في البلوكات وسنسه عالي جدا في الارسالات، كان كل حاجه فيه مميزه. محمد عبد الكريم كان بيلعب من كل مركز، لعب معد ولعب سنتر ولعب ضارب اربعه وضارب اثنين، يعني لاعب كان متمكن جدا واعتزل وهو صغير نظرا طبعا لاصابه، وكان انتقل لصفوف نادي الشمس وكسب الاهلي وهو في نادي الشمس. وبعد المباراه دي اعتزل تماما لانه طبعا حس ان هو بقى ساب ناديه الاصلي وازاي يكسبه، فزعل على كده واعتزل. ولكن كان من اللاعبين المميزين اللي اكيد في ناس كتير فاكرينه. عبد الرحمن دغانا على الارسال وتاني استقبال من ادهم،
يلا بقى يا منصور من فوق. ايوه كده يا منصور، ولكن الولد المحترف عمل دفاع قوي جدا وضرب الكره في الشبكه. ايوه طبعا نوت باص، بتتكلم على ايه؟ كره فور باص المره دي باشاره سليمه من الحكم بعد ما لمست كده الشبكه ونزلت وعملوا عليها تراي، ولكن طبعا فور باص. ويطلع هنا امير وينزل العقده بقى خالد الفيومي. انا بعتبر خالد من المعدين الاسطوريين داخل صفوف اسكندريه او داخل صفوف سموحه، واللي اجاد فعلا معاهم سواء في الاندور ولا البيتش. وكره هنا كده باستقبال مهزوز من عبد السلام، وادي خالد لسه ما كدبش خبر وبنتكلم عليه وبيقول لنا عندك حق، انا الحمد لله ثابت وجودي. وادي تاني فيها تراي، وبرده تشوف خالد بيرمي نفسه عليها ازاي، وان كانت مش كورته ولكن عنده فدائيه وروح عاليه جدا خالد الفيومي. من وجهه نظري خالد من المعدين الكويسين جدا، وان كان ممكن نجيب معاه معد صغير في السن ونجيب محترف ضارب ولا حاجه يسد لنا النقص اللي موجود في صفوف الضاربين. ومن رايي الخاص ان مروان يلعب من مركز اتنينات افضل ليه، لان بلوكه قوي جدا ولان ضربه عنيف قوي، ولكن هو في التحركات بطيء شويه. ونجيب بقى نجيب ضارب من مركز اربعه مع ادهم او منصور. وادي الوقت المستقطع اللي بيطلبه سموحه، والنتيجه 10 سموحه 17 السويحلي. نرجع بعد انتهاء الوقت المستقطع، وعبد السلام على الارسال، استقبال مزنوع على الشبكه، ولكن الساحر بقى خالد الفيومي. وعذرا يا خالد، الكره كانت مزنوعه جدا ولمس الشبكه غصب عنك، وان كنت ممكن كنت تسيب ايديك كده تنزل داخل الملعب الناحيه الثانيه ولا ايه، انت ادرى بيها وخبره عني فيها. ارسال تاني من عبد السلام، لامس الحافه العليا للشبكه، واستقبال واعداد اكتر من هايل من الفيومي، وبيضربها منصور كده في اللاين بنقطه مباشره. حداشر سموحه 19 السويحلي. ومنصور ارسال، ولكن استقبال جيد من هرنانز، وضرب كره بيطلبوا السويحلي انه يبقى تاتش، ولكن طبعا للفارق اللي موجود بقى ما اعترضوش كده على الحكم، والكوره خارج الملعب ما فيهاش تاتش حسبها الحكم الاول. و12 سموحه 19 السويحلي، محتاجين كده اداء يقنع بقى اولادنا اللي بيتفرجوا على شاشات قناه النادي الاهلي. وادي هنا الراجل عبد السلام كمان دخل في كوره اتحسبت دبل باشاره من الحكم، وفي كده استنزاف للنقاط يا ريته يكمل على كده. وادي بقى الفيومي هنا مكسر وشه كده لعيبته، والملعب فعلا ما كانش حاسس انه ليه كبير، ونزل خالد الفيومي عشان يوزنه. وساعات ديت من خبره كده طارق الزفتاوي انه بيحتاج كبير ليه في الملعب. وادي هنا الله على الكره دي من ابو ريا، خدع الكل ونزل استنى كده تحت شويه، ومش وقتها خالص يا ادهم، الرفعه مرفوعه مش مريحاك، وبيحاولوا ياثروا كده على قرار الحكم الاول ويقولوا اسال الحكم الثاني، ولكن الراجل مصمم وبعصبيه، معناها اللي هيتكلم هديله كارت. وقعدوا ساكتين كلكم، 20 السويحلي 13 سموحه. وادي اشاره ونلاقي كده من الحكم الاول بقى فيه عصبيه في الاداء، ومش هيستنى بقى على حد حاجه، وكره كده في الشبكه. اربعتاشر سموحه 20 السويحلي. واظن بقى دورك يا يحيى ببلوكات كده جامده ولا ايه، حاول تشوف ايه كانت نقاط الضعف، ثبت ايدك الشمال شويه وميل على الزاويه شويه عشان توقف هرنانديز. ولكن ادي استقبال من عبد السلام بيريحنا، وادي كره في الشارع اهي، كان قافل معاه كويس في التايمنج ادهم ويحيى.
وكملوا يا اولاد على كده ان شاء الله تعدلوا النتيجه عشان تفرحوا كده جمهوركم وتفرحوا شعب مصر بان المركز الثالث كمان يكون مصري. ابو ريه اللي عمل كره رائعه وضحك على الكل واستنى كده الكره الاسقاط وفعلا خدها، ودي بقى خبره لاعبين. وادي كره ثانيه بيحيى هو اللي بيثبت ايديه، والراجل ما بيكدبناش وبيعمل اللي احنا بنقوله عليه، وعارفين طبعا مميزاته واكيد مدربه عارف مميزاته. وينتقل كده الارسال للسويحلي 21-15. ارسال مع ادهم مع ادم الليبي، بيجهز ليه مهاره الارسال، ارسال طويل وادهم بيستقبله وضربه في حوائط الصد باينه جدا بتشاوره على ايه، كره باينه جدا طالعه من ايد ادهم في حوائط الصد. وبيرجع بقى امير تاني على اللفه الاماميه كده، ممكن يكون خالد بيجيد طبعا الاعداد والدفاع والسيطره على اللاعبين داخل الملعب، ولكن عنده شويه البلوكات ممكن تكون اقل، ودوت طبعا بقى عارف بيها مدربه وكابتنه طارق الزفتاوي، وعارف انه امير هيبقى افضل على الشبكه، ورجعه تاني بعد ما رجع شريف عبد الرؤوف. وادي استقبال هنا بالصباع الكبير كده، وكره هنا بتعلى، ويلا بقى امير معاك ادهم، وادهم ما بيكدبش خبر وينزل من فوق كده بحماس عالي، كمل على كده يا ادهم وتكير العصا الهوائيه وما تضربش في اللاين، خليك في الخط على طول وظبط حالك مع فرقتك. 17-21 الفرق مش كبير، وتيجوا كمان تجيبوا الفارق دوت وتاخدوا الصوت. بيحاول الكابتن طارق الزفتاوي وعمرو راشد بتغييرات كده انهم يرجعوا الفرق للاداء، وحتى الان نجحوا، ولكن لازم بقى نساعد المدير الفني شويه يا رجاله، لازم بدفاعاتنا وحوائط صدنا زي ما قايلين عليها. الراجل انا سامعه من هنا قايل لكم اقفلوا الزوايا، والفرقه بتاعت السويحلي ما بتضربش لاينات كتير، واعملوا ديفنسات على الزوايا الطويله، وانا شايف لغايه دلوقتي لسه ما اتعملش دوت، وده ما بيعيبش الخطه ولكن هو بيعيب التنفيذ. وطبعا اللاعبين لازم تركز. وادي هنا كره في جسم هرنانديز بطريقه جميله جدا من حسب ايه مش عارف، حاسب شبكه على ادهم، وانا شايف ادهم كده ما بيتكلمش شكلها شبكه ولا ايه ادهم وانت بتضرب، ما خدناش بالنا منها الصراحه، هل بقى على ادهم ولا امير. وشايف كده الحكم الاول ما زال صابر كده على الاعتراضات او الاحتجاجات، لانها اعتراضات مؤدبه او احتجاج مؤدب، والراجل لغايه الان مش عايز يبوظ قبل النهائي. وان كان بقى طلع عادي ادهم اهو، وخد بالك كل اللعيبه بقت تعترض وهي ظهرها للحكم عشان ما يبانش ان الاعتراض عليه هو، وطبعا دي خبره بقى من اللاعبين. والراجل بقى بدا يكشر كده عن انيابه شايفينه، ولولا الصفاره في بقه كان زمانه دلوقتي عض عليها كمان، ولكن بقى لسه مستني على اللاعبين كده. و 18-23 وادهم ارسال مع استقبال رائع وممتع، وادي كمان اهو رامي السعيد بيرد عليه، وادي كره من مركز اربعه في الشارع يا منصور، مش وقتها تماما، الناس عامله عليها شغل عالي قوي سواء من ارسال او استقبال او دفاع، وبنشوط في الاوت، وده طبعا ما ينفعش. وهنقدر بقى نقول ايه؟ هنقول مدرب دلوقتي الراجل طالع وشاط في الاوت، يبقى شغل لاعب، يبقى اللاعب هو اللي مش جاهز ذهنيا، ممكن يكون المدرب مجهزه ولكن الراجل فاصل، نعمل له ايه؟ تاني في مركز اربعه، وادي حائط صد من منصور، وشايفين بقى ان التغييره المره دي لمنصور ما ادتش النجاح المطلوب، ونهى الصوت كده 25-18، وبيصمم الحكم على انهم يقفوا على الخط، وبالتالي الكلام ده ما بقاش مهم قوي ان هو يقف يصطف على الخط، وتغيير كده نصفي الملعب، و2-1 للسويحلي بانتهاء الشوط الثالث 25-18. ننتظر مع حضراتكم لاستراحه الفرقتين كده واستئناف الشوط الرابع، وتقدم السويحلي 2-1. وادي امير هنا بقى بيناقش كده الحكم بطريقه شيك ومؤدبه، والحكم بيسمع له او باين بيستاذنه انه يروح الحمام.
تاني مشاركة لسموحة في بطولة إفريقيا، كانت أول مشاركة ليهم في 2016 ودخل المربع الذهبي، ودي تاني مشاركة ليه وتاني مشاركة وبيدخل برضو المربع الذهبي. وممكن تكون بالنسبة لفرق إفريقيا هو كده من أميز الفرق، زي أهلي وزمالك وجيش بمشاركتهم على طول بيخش للمربع. ومعنى كده أن القرار الإداري اللي جاي من الأستاذ فرج عامر قرار سليم 100%، والهدف بتاعه الدخول للمربع وفعلا بيحقق المستهدف وبيدخل للمربع، وثقته في لاعبيه بقى وثقته في جهازه الفني والإداري عالية جدا. وإن كان هو شايف إن الفرقة دي ليها أمل أكتر من كده وبيحاول يسعى عليه، وأكيد بيسعى معاه المدرب طارق الزفتاوي واللاعبين، لأن طبعا بيسطروا لنفسهم والنادي سموحة جيل ممكن يكون بيحقق نتائج أفضل من اللي هم عليه. انتظار استئناف اللقاء والصوت الرابع بعد تقدم السويحلي 2-1. يشير كده الحكم الاول لاستئناف اللقاء والصوت الرابع بعد تفوق او تقدم السويحلي 2-1. حماس من لاعبي وجهاز الفني والاداري لنادي سموحة. بركة الله كده بعد قراءة الفاتحة من لاعب سموحة وشايف يحيى محمد بادئ من بداية اللقاء. زلنا منتظرين بداية الصوت الرابع بعد التأكد كده من الروتيشن او دورانات اللاعبين، وبيبدأ امير على الارسال مع نادي سموحة. الارسال نعمل ان اللقاء يودينا كده لفوز سموحة بالشوط ده، وادي بتاتش البلوكات. ما تظهرش ايديك بدري يا شريف، شريف عبد الرؤوف. واحد السويحلي لا شيء سموحة. عبد الرحمن بغانا، ارسال طويل على ادهم، وما زال شريف برضه بيضرب ولكن في حوادث صد او خارج الملعب. ده شريف ايمن مش شريف عبد الرؤوف. وهنا سامعين صوت لاعب السويحلي زي ما يكون هو صاحب الصالة. أنا بطلب من الجماهير اللي موجودة إنها تؤازر شوية فريق سموحة، وسموحة بقى يديهم الدافع كده ويحسس الجمهور إن هو جاي عشان يحتل المركز الثالث وينافس. ولكن أنا شايف فريق سموحة بيحاول يسالم كده، ولكن يلا بقى شد حيلكم شوية عشان الجمهور يتفاعل معاكم. بيقول له هنا التاتش بعد ما الكرة نزلت الأرض، ولكن الحكم
بيقول هي كرة انسايد مش تاتش، هو مشاور على انها انسايد. وطبعا بقى هو كلامه اللي هيمشي، إشارة كانت خطأ من الحكم الراية، حسب إنها تاتش ولكن الكرة كانت لمست في الأرض، يعني المفروض يحسب إنها إنسايد الأول. وأدي هنا خارج الملعب، وأيوه كده مجرد ما يصحى على طول فرقة سموحة هتلاقي الجمهور بيتفاعل معاه وبيشجعه وبيقول له يلا كمل إحنا وراك. 2-2 شريف على الإرسال، وأدي كرة في مركز أربعة تعمل تاتش ولكن دفاعات جيدة من رامي، وفي مركز أربعة تاني الأدهم بتعمل تاتش في حوادث الصد في عبد السلام برولوف. و3-2 سامعين بقى صيحات لاعبي سموحة وصيحات الجماهير اللي تفاعلت كده مع نادي سموحة بعد ما حست إن عنده إصرار على المكسب. وتاني أهو في مركز اتنين، والله يا أدهم طلعوا بالمثالية ونموذجية كده في حوادث الصد، لف جسمه وإيديه الشمال داخل الملعب وحقق نقطة مباشرة لفريق سموحة. 4-2 وأدي تغيير على طول هنا بينزل رقم 13 ويطلع رقم 13 محمود لاشين، و3 آدم الليبي. وأدي كرة تانية اهي باستقبال جيد ومن فوق حائط الصد ولكن البلوكات تميزت بقى. وهقول لحضراتكم كده اللي عمله بقى الكابتن طارق الزفتاوي من تغييرات ازاي نشط بيها حوادث الصد. هو شريف ايمن وشريف عبد الرؤوف الاثنين في الملعب، بيلعب شريف ايمن من ثلاثات من اثنينات عفوا كروس لي امير، وشريف عبد الرؤوف بيلعب من اربعات كروس ادهم، وطلع بره مروان عبد الباقي، وطلع كمان منصور. يعني لعيبه اتنينات دلوقتي هم اللي بيلعبوا في الملعب سواء من اربعه او من اتنين. وده كده تغيير عمله اللي هو بقى مش باكي على حاجه الكابتن طارق، وطبعا تفكير يحترم عليه انه قادر او بيحاول ينشط فرقته بشتى الوسائل، وبيقول لك لعل وعسى تمشي بقى معايا، وعمل كده فعلا. واربعه اتنين سموحه، واكيد هيطلب بقى في اوقات معينه تغيير تاني عشان يقوي فيه الهجوم ولا ايه. ولكن انا شايف ان حائط الصد حتى الان مميزه عن الهجوم في فريق سموحه. شريف عبد الرؤوف رقم 7 على الارسال، ارسال خارج الملعب يا شريف ملوش اي معنى، اهدى شويه. 3 السويحلي، 5 سموحه، 5 عبد السلام برولوس. ارسال سهل مع استقبال جيد ورائع جدا، والاتاك ما كانش قوي يا ابو ريا، تقل ايدك شويه في الاتاك. وادي الكره هنا ولكن بقى اجاده لرامي اللي بيحاول على كل كوره، ولكن في لمس شبكه من الضارب في السويحلي الليبي بياخد عليها سموحه نقطه مباشره. سموحة 3 السويحلي. ارسال انسايد، الكرة انسايد، شايفينها كلنا الكرة انسايد ولا ايه؟ ولكن طبعا حامل الراية والحكم الاول بيشيروا انها خارج الملعب. 4 السويحلي 6 سموحة، والاداء نمطي للغاية. ارسال مع استقبال مع ضرب، مفيش اي عناصر ابتكار حتى الاستقبال هنا، طبعا لازم هيكون خطا شويه كتير عشان شريف عبد الرؤوف بيلعب من مركز اتنين مش مركز اربعه، وعارفين ان اساس مركز اربعه هو المستقبل الجيد اللي يتحط في مركز اربعه اولا لازم يكون استقباله جيد. ولما الكابتن طارق الزفتاوي لقى ان منصور وان مروان عبد الباقي استقباله مهربان، فقال لك كده خلاص خلاص طالما الاستقبال في الاثنين متساوي يبقى احط شريف عبد الرؤوف على الاقل اضمن ان يبقى في اتاك من الناحيتين ويبقى الناس شغاله، واحاول من فرده كده تنشط شويه الاداء. وفكره طبعا يحترم جدا وقادر ينجح حتى الان ب 8-4 في الوقت المستقطع الفني الاول. Thank you.
تنسوش بقى حضراتكم زي ما قلنا ان فريق السويحلي كان في معسكر كده في تونس قبل البطولة على طول، وكان في النسخة الأخيرة للبطولة العربية كان وصل ليه الدور النهائي ولعب على الميدالية الذهب، ومن الفرق اللي فيها استقرار عالي جدا وبتصرف كويس على لاعبتها، جايبين مدرب سربي كده بخبرة عالية وجهازه كله متعاون طبعا وبقاله عمر مع بعض. وادي ارسال او هنا بيشاور بقى باستئناف اللقاء ونزول الفريقين كده لارض الملعب. شريف ايمن على الارسال، ارسال كويس واستقبال جيد وحائط صد بقى كنا مستنيينه من فتره يا يحيى، هو ده اول ما نوقف الغول يعني فرقه ليبيا في الخط الامامي وهو الغول قدام وقفت لانه كان بيشوط من اي حته في على الشبكه. وادي هنا تغيير على طول، طلع اللاعب رقم 2 علي جنيفا ونزل رقم 10 لفريق السويحلي الليبي احمد جرواش، وهنشوف كده الدنيا هتروح لفين. مش وقتك خالص يا شريف الصراحه، بتضيع كده ارسال في توقيتات غريبه جدا، فرقتك طالعه وكرفها طالع ليه بتوقف الاداء؟ 9 سموحه 5 السويحلي. وبيرجع ادم على الارسال من السويحلي الليبي، فين الملعب؟ كوره كده جت اي حاجه تعدي الملعب السويحلي، وتاني من المنطقه الخلفيه وامسك يا ادهم امسك اللاين للضارب رقم 3، تالت او رابع كره يعملها في تاتش ايدينا كده على اللاين، واتفق مع الليبرو بتاعك يخش شويه ناحيه العمق بتاع الملعب وما يمسكش الخطوط بالظبط. رقم 3 طبعا يا جماعه، خطط الكره الطايره هي مش كتاب ولا استغفر الله العظيم قران لازم نمشي عليها، احنا لازم نتعامل مع مواقف اللعب. يعني عندي لاعب ما بيضربش غير في منطقه اللاين، لا اما امسكه بالبلوك لا اما امسكه بالدفاع، فلازم نتفق مع بعض سواء لاعبين جوه الملعب او طبعا على حسب رؤيه الجهاز الفني قايل لكم ايه، ولكن اللاعب لما يفضل في اسيب له الميزه بتاعته وامسك الحاجات اللي موجوده في الكتاب، ما انا كده مش هكسب. ادي هنا بندخل كده شويه على بعض يا يحيى، حاول تثبت شويه. هرنانديز على الارسال رقم 4، سموحه 10-7 السويحلي، ونتمنى طبعا الشوط ده بقى لسموحه عشان تعدل كده من الاداء وترجعنا لنقطه التعادل، وتسد الكوره من رامي وتتضرب كده في اللاين تعمل تاتش بلوك ولا ايه؟ حاسبها الحكم الاول خارج الملعب. وادي عصبيه من امير، ولكن في تاتش اهو رجع تاني في قراره طبعا، وما يقدرش بقى غير انه ينزل عينيه كده عشان اكنه مش شايف حاجه من عصبيه اللاعبين ويعدي الموقف لانه هو اللي غلطان. وتروح على سموحه مع يحيى كده الارسال كروس لمحمد ابو رايه اللي نزل على الشبكه دلوقتي، محتاجين نوسع ايدينا ابو رايه شويه في حوائط الصد وندخلها داخل الملعب. وادي هنا يحيى بارسالك سهل المره دي يا يحيى، وتتشد ليه عبد السلام وفيها دفاع ما فيهاش اي حاجه سليمه 100%، ولكن بقى على استحياء بنتبادل كده الكراسي الموسيقيه في الاخطاء سواء من لاعبي الاطراف او من امير. كرة اتعمل فيها دفاع جيد جدا، كان المفروض نعديها امير حتى لو احنا واقفين على الارض، ولكن معلش يلا شد حيلكم. الفارق قرب قوي ل 10-9 بعد 10-5. وادي كرة في مركز 4 لادهم، بيضرب دايما في التاتش بيسحب كده ايديه ويضرب على عبد الرحمن بغانا. و11 سموحه 9 السويحلي. امير على الارسال. كربوعه امير كربوعه، واستقبال جيد من هرنانديز وتشد في مركز 4 لعبد السلام، ولكن كان داخل شويه في الملعب كده رامي وعمل حساب انه يضرب بعمق عشان البلوكات كانت متفنته وهو اتحرك صح، ولكن طبعا ظروف الكره ما كانتش خدماه وكان ممكن يلحق يعملها اوفر هاند ولا ايه، ولكن هو الوحيد اللي يقدر يحدد. تروح كده الكره للسويحلي بفارق نقطه واحده لعبد الرحمن بغانا، ارسال سهل واستقبال
كويس، تاني لأدهم ولا إيه؟ لا ده شريف أيمن، وفي لمس شبكة حسب الحكم على فرقة السويحلي. صفارته متأخرة شوية، ما بتديناش كده ثقة في قراراته. شريف عبد الرؤوف ارسال سريع، استقبال من هرنانديز، وكره في نص الشبكه للغول، ولكن بيوقفوا هنا برضو ابو ريا، وترجع كده تاني وتتشد في مركز اربعه لادهم اللي خد كده جسمه او كتفه ناحيه اللاين، ودى معاه حوائط الصد وضربها في الزاويه العميقه في مركز خمسه بنقطه مباشره توصل فرقه سموحه للنقطه 13. وقت مستقطع بيطلبه المدرب السربي السويحلي دراجن درادوفيتش. طبعا اللجنه المنظمه بقى كانت عامله حسابها ان المباراه دي كان المفروض انها الساعه 5، ولكن قالت لو بقت 5 اصوات هتطول عن ساعتين، وبذلك هيتم تاخير النهائي وتوزيع الجوائز. وفعلا كان قرار صائب جدا من اللجنه المنظمه، وخلت المباراه الساعه 4، لان فعلا توقعاتهم ممكن تبقى سليمه، عشان لو سموحه اخذت الشوط ده احنا الساعه دلوقتي 6 الا 10، يعني فعلا ما كانش هيبقى نافع توقيت المباراه لو اخذت ساعتين من 5، يعني اثرت على النهائي. وهنا بتتسع الفارق تاني مع سموحه 14-10. وشريف عبد الرؤوف على الارسال مع استقبال جيد من عبد السلام، وكره كده قويه جدا من هرنانديز بيحاول عليها امير، ولكن شريف كانت الكره كده خبطت في ايديه وطلعت خارج الملعب. حاول تميل صدرك لفوق يا شريف عشان الكره تعلى. رقم 17 على الارسال عبد السلام، وكره باستقبال جيد ورائع. الاسقاط لازم يكون خفيف شويه برايا عشان ما يروحش للاعب في ايديه، وامير بيعمل ديفنس، وتتشد كده من رامي، وضربه في حوائط الصد، ودفاع منخفض جيد جدا للاعب رقم 6 احمد عبد السلام ليبرو فريق ليبيا، ولكن زمايله ما يغطوش عليه وما يلحقوش الكره. و 16-11، والوصول للوقت المستقطع الفني الثاني. طبعا تعدل بس النتيجه على الشاشه، لان مش منطقي يطلب فريق السويحلي الوقت المستقطع الثاني دلوقتي، لانه كان اخذ وقت مستقطع في النقطه 13-10. ايوه كده 16-11 فعلا. انتهاء بقى الوقت المستقطع الفني الثاني و16-11، هنشوف كده هندخل في اجواء المقطع الثالث من الشوط الرابع، وهتستمر سموحه في فرض السيطره والتقدم ولا يحصل ايه؟ وطبعا نتمنى تستكمل بقى سموحه نفس الاداء القوي لابو ريا وزمايله، ولامير كده البصير الفلته، وليه يحيى وزمايله اللي موجودين في ارضيه الملعب بعد بقى تغيير كده من مدرب قلبه هنقول بقى قاسي قوي، انه لاعب من مركز اربعات لعبه في اتنينات. وطبعا ممكن حد يقول لك لا هو بيعمل ايه، لا هو صح جدا انه لما لقى كل اللاعبين بيتساووا في الاستقبال اللي بيقلش منهم، قال لك طب ما انا مين النشط عندي دلوقتي في الهجوم والدفاع وحوائط الصد، وراح رامي جوه الملعب شريف عبد الرؤوف، وساب شريف ايمن في مركز 2. وادي هنا ادهم بيحط كمان كره في حوائط الصد كده، ادهم محرم وياخد كده كره مباشره، و17 11 وما زال التفوق سكندري.
شريف ايمن على الارسال، خد بالك يا شريف ارسالاتنا كانت ضايعه كتير النهارده. ولعب شريف المره دي الارسال باتقان على هرنانديز اللي ضرب ولكن حائط صد مفرد وبيعترض هنا امير، ولسه الكره ما خلصتش لان فرنانديز ضرب وعدى من الملعب والكره كان فيها كده شبهه شك شويه وبيعترضوا هنا عليه، ونشوف كده لو اتعدت لنا يبقى قرارنا يروح ناحيه مين. هل الراجل ده خرج من بره الملعب؟ وحتى لو خرج من بره الملعب هل هو خبط في امير واعاقه ولا لا؟ وشايف الحكم فعلا من الشوط اللي فات وهو قراراته متوتره وما فيهاش كده مصدر الثقه للاعبين. وادي ادم ارسال سهل واستقبال جيد ورائع من شريف عبد الرؤوف، وادي اسقاط بقى له معنى المره دي من ادهم في منطقه فاضيه كده من الملعب. 18 سموحه 12 السويحلي. ادهم على الارسال، برست ايديك بس يا ادهم، ايوه كده ولكن خارج الملعب، لفيت كتفك فيه زياده شويه. حاولوا تحافظوا على الخمس نقاط الفارق، مهمين قوي انك تحافظ عليهم. هرنانديز على الارسال، وخد بالك من ارسالاته بيعملها اسقاط لانه ما تميزش في الارسال السبايك. وادي هنا اول مره يعدي الارسال سبايك، بيعاندني الراجل ده ولا ايه؟ وادي اسقاط برضو هنا ولكن دفاعات جيده لاحمد عبد السلام، والملعب مفتوح تماما في نادي سموحه بدبل بلوك ومركز واحد ومنتصف الملعب فاضي، بتحط كده كره سهله ولكن ما تلاقيش تغطيه. خدوا بالكم قلت لكم من الخمس نقاط وده الفارق لاربعه. وادي وقت مستقطع ولا ايه بيطلبه كابتن طارق؟ فعلا ما زلنا مع حضراتكم في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ما بين سموحة والسويحلي الليبي، سموحة المصري وسويحلي الليبي. وطبعا حتى الآن السويحلي متقدم في الأصوات 2-1، أخذ الصوت الأول والثالث، وسموحة كان عدل كده في الصوت الثاني وبيحاول كده في الصوت الرابع إنه يستمر في التقدم بفارق 4 نقاط، 18 سموحة 14 السويحلي. وهرنانديز اللي معداش ولا ارسال سبايك جاي بقى دلوقتي وبيعدلنا كده ارسالات قويه، وادي الارسال الثاني ولكن مع مين؟ مع رامي اللي بيستقبل بقوه واقتدار وكره فيها رالي وترجع لادهم، ولكن برضه ممسوك شريف عبد الرؤوف. وبيتهيألي بقى ممكن يكون دلوقتي وقت حد ينزل سواء من مركز 2 او مركز 4 من سموحه كده، سواء منصور او شريقة او مروان. فارق 3 نقاط. ارسال سويحلي مع هرنانديز وبيلعب ارسالات قوية مع الوزن، ما كانش مميز فيها مع بداية اللقاء وفعلا شكرا، حطانا في الشبكة كالعادة. ينتقل الارسال الى سموحه، وادي تغيير بقى ونزل ادهم ولكن المره دي على الارسال مكان يحيى، وان كان يحيى ارساله كان سريع في مركز 5. طبعا هو هنا عايز ارسال سبايك لان ادهم كان تميز فيه ولكن خارج الملعب، عفوا مروان عبد الباقي ولا ايه؟ 16 السويحلي. ١٩ سموحة. كرة كده خارج الملعب، بدأ الأداء ينام معانا قوي وبنصل للنقطة 20 والمقطع الأخير بقى من الشوط اللي محتاج لكل نقطة وكل تركيز يا أمير، محتاج إن احنا نرفع في المكان المناسب للاعب المناسب. وما زال بقى معانا دلوقتي ارسال مميز من امير، هيعمل فيه ايه؟ يا امير ما بتضيعش ارسالات ولكن يا راجل في توقيت صعب جدا بتضيع كره كده بسهوله قوي.
الناس دي مش هتسيبك انك انت تضيع تاني. 20-17 والسويحلي بيسحب كده بالتدريج والارسال مع عبد الرحمن دغانة. ارسال طويل اهو وبيستقبله ادهم وتتشد في مركز 4 اي حاجه، ولكن طبعا يستقبلها هنا عبد الرحمن وعبد السلام بيضرب في ايد حائط الصد. قلت لكم الناس دي مش هتفوت لكم حاجه وهتستغل كل تقدم بتحاول بيه تحافظ على النتيجه. 18 السويحلي 20 سموحه. عبد الرحمن على الارسال مع استقبال جيد من رامي وكرة كده مضروبه خارج الملعب. نبقى فارقين 6 نقاط ونفرط فيهم ونوصل الفارق لنقطه واحده. بقت المشكله مش تدريب ولا كاتشنه، المشكله في اللاعبين ذات نفسهم ومش عارف ادائهم ليه توتر كده، مع العلم ان هم المفروض يموتوا ويستقتلوا على الشوط ده. وادي بقى حال الكابتن طارق زفتاوي بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه بالظبط؟ يعني انا مش مستغرب ليكم، وصلتكم لاداء فائق على فريق قوي ووصلتم انكم تاخدوا 4 و5 نقاط فارق، وفي الاخر خالص بتفرطوا بيهم باستقبالات ضايعه او ارسالات في الشبكه من امير او كور مضروبه خارج الملعب. نرجع تاني مع السويحلي وسموحه على امل ان سموحه تحاول تنهي الشوط ده عشان توصل للتعادل وتلعب الشوط الخامس، ولكن لسه عبد الرحمن بقى دغانه هيكون عنده الكلمه دلوقتي بارساله، وارسال طويل واستقبله كده شريف عبد الرؤوف وتترفع لادهم اللي بيلف كده ويضرب. ده شريف ايمن اللي يلف ويضرب كره قويه جدا من حوائط صد ثنائيه، ونشوف كده على الشبكه نلاقي في ضاربين اقوياء جدا، ولكن بقى لازم نستغلهم صح من امير. وارسال من شريف عبد الرؤوف، استقبال متوتر من هيرنانز وفي مركز 4 ولكن حائط الصد خارج الملعب. 20-21 المباراه راحه جايه كده في شوطها الرابع، ولو جت لسموحه يبقى في شوط خامس، وده اللي بنعمل فيه طبعا املا في انهم يحققوا بقى التفوق في الشوط الخامس. ولكن نشوف عبد السلام بارسال سهل اهو، وادي الكره قدام شويه شريف، الارسال سهل جدا، وادي كره في ايد حائط الصد وتحرك اكتر من رائع لاحمد عبد السلام، وكره كده بيطالبوا فيها بملامسه ولكن خارج الملعب تماما وخارج الملعب. هنا ادهم كده بيطالب بان الكره تاتش ولكن خارج الملعب، وشايفها الحكم الاول وما زال يتحلى بالصبر الحكم الاول، ولكن طبعا هنا مناقشه لطيفه ما بين الحكم الاول وكابتن الفريق عبد الرحمن دغانه من السويحلي الليبي، والراجل بيبتسم له كده عشان طبعا ما يأزمش اللقاء. و22 سموحه وارسال ضايع في الشبكه، مش هتكلم انا بقى حضراتكم احكموا عليه كده، ارسال في الشبكه في النقطه 22 واللي كان ممكن ياكد بيها تقدمهم، ولكن طبعا لا تعليق. 21 السويحلي 22 سموحه، والغول على الارسال كويس ان الغول رجع من على الشبكه، وادي هنا كره في مركز 2 وتتعلق كده من حائط الصد ومن الدفاعات، ومن مركز 2 تتضرب في ايد حائط الصد خارج الملعب، ونقطه التعادل 22-22 في الشوط الرابع. والغول على الارسال، ارسال سريع استقبال جيد، ومن مركز 4 ايد ورجل بيضربها ادهم تطلع خارج الملعب. بيلعب بانتقام بقى ادهم شويه للنتيجه اللي بتتأزم معاه، 23 سموحه 22 السويحلي. ارسال مع
خالد الفيومي، وارسال كان مؤثر فعلا، وزي ما بقول لكم خالد بينقل فرقته، ولكن فين الاتاك هنا؟ حاول كده وتصرف فيها ادهم ويخدمه الحظ شويه انها تنزل بنقطه مباشره. و24 22 وادي تغيير تاني، راجع الراجل رقم 2 علي جنيفا، وخارج رقم 10 اللي كان نازل مكانه كده احمد جراوش او احمد جرواش. وتاني بقى فيومي، يلا ويلا يا فيومي، ارسال كده برضو كان هيعدي اهو، ولكن بقى دفاعات قويه جدا. وادهم بتعمل ايه؟ ادهم بتعمل ايه؟ مش وقت تلف دلوقتي، هي ماشيه معاك في الزوايا وبتضرب بقوه وبتحقق نقاط، ليه تلف في الشارع؟ يلا مفيش مشكله يا شباب، مفيش مشكله. الارسال مع ادم و23 24، ورجع يحيى على الشبكه تاني مكان، طبعا كان نازل مكانه مروان عبد الباقي عشان الارسال، واول ما نزل ضيع الارسال في الشارع. وادي رقم 3 بارسال كده ادم، وتترفع ليه ادهم، ولكن تتاخد ببلوك غالي قوي لفرقه السويحلي من عبد الرحمن بغانا، وما بتكونش عليها تغطيه جيده من شريف ايمن. و24 24 كان عندكم نقطتين لمحاوله كسب الشوط وتعديل النتيجه. وادم تاني على الارسال، ارسال سريع واستقبال من شريف عبد الرؤوف، وتاني ادهم وفي ايد البلوكات كده، كان المفروض نعملها كده من البدايه. ادهم يلا معلش، 25 24 وعندك نقطه اهو عشان تفوز بالشوط ده وتتعادل، واملا بقى في انك تاخد الشوط الخامس، بس المهم التركيز في الارسال بدايه، وبعد كده نعمل تغطيه كويسه سواء من حوادث الصد تطلع بتمكن كده شويه وعلى حسب بقى التايمنج بتاع الكوره، او ان احنا نغطي خلف حوادث الصد. والبدايه طبعا عند ادهم بالارسال بتاعه، وطبعا فضل نلعبه فلوتر. وادي في مركز 4 الفرنانديز، ودفاعات قويه ولكن داخل الملعب. 25 25 بيقاتل السويحلي لانهاء المباراه في الشوط الرابع، او لمحاوله انهاء المباراه في الشوط الرابع، وبيرجع هرنانديز على الارسال. كان ماشي مع بدايه اللقاء بارسالات سبايك مع الواسب كده قويه، ولكن كانت في الشبكه، وتفوق في الشوط الرابع بارسالين ثلاثه، ورجع تاني حط في الشبكه. فيا ترى بقى هتودينا فين يا هرنانديز؟ وكانت في الشبكه ولكن خدموا الحظ وتروح لشريف عبد الرؤوف باستقبال خارج الثلاثه متر، ولكن ضرب المره دي في حوائط الصد، وينتقل تاني الارسال لفريق سموحه 26 25. وزي ما بقول لحضراتكم المباراه راحه جايه، ويحيى كان خلاص اتغير بقى مع مروان عبد الباقي عشان يأمن كده الارسال، ولكن دلوقتي يحيى على الارسال. ارسال عادي وسريع من يحيى واستقبال خارج ال 3 متر، وبلوك بقى تايمنج اخر شويه، ويحيى كده عمل دفاعات كويسه ولكن لحقها ادهم بصعوبه، وترجع تاني بسهوله كده في ملعب السويحلي، وتاني اهو هيستقبل ادهم وفعلا، ولكن بيقولوا لمس شبكه. وادي اول كارت بقى بعد ما الراجل سيبر كتير قوي، برده مش نافع، لان في عصبيه شكله كده هيدي كارت ولا ايه. وفعلا اول كارت في المباراه واللقاء، والراجل ده كان صابر فعلا طول اللقاء، وابو ريا ما زال بيناقشه وملهاش لازمه خالص يا ابو ريا. ستة وعشرين ستة وعشرين، ورجع علي جنيفا على الإرسال. يا ترى إرسالك فين يا علي؟ إرسال سهل واستقبال كان هيبقى خاطئ ولكن ربنا ستر، وترجع تاني لشريف عبد الرؤوف، ضرب بقوة وماشية معاهم النهاردة تخبط في أجسامهم كده وترجع لنا، ولكن شريف بقى شاط تاني، وكنا فين من زمان يا رجالة؟ بس يلا كويس كويس قوي الأداء ده، ممكن يوصلنا النتيجة إن شاء الله، وحمستونا كده في آخر اللقاء. 27 سموحة 26 السويحلي، وجود جيم حتى الآن من شريف عبد الرؤوف. وأمير على الإرسال،
ارسال سريع واستقبال متقن من هرنانديز وضرب في الزوايا الطويله. كنت قافل شويه انت لقدام يا رامي، خد بالك عبد السلام برولوس ما بيضربش بعمق. و27 27 عبد الرحمن دوغان على الارسال. ارسال عادي. اول مرة كنت هتخطأ في الاستقبال يا رامي، ولكن طبعا امير حاول كده وربنا الحمد لله انقذها. وادي الكارت تاني في الناحية التانية على عبد الرحمن اللي جاي بيعترض كده وملكش حق الاعتراض. الراجل طلع الكوره وهو شايف ان ما فيهاش كاري وعلقها كده للسنتر بتاعه، ضربها وبنقطه تعترض على ايه واداله كارت اصفر. واي حد هيتكلم بعد كده في الملعب خد بالك الكارت الاحمر اللي بنقطه هو اللي هيطلع. وطبعا بقى الحكم ما يحبش كده طبعا. و28 سموحه 27. وهل بقى ناخد بلوك هنا ان شاء الله وننهي ولا ايه؟ وضرب خارج الملعب وننتقل للشوط الخامس ان شاء الله. وبيحاولوا كده فرقه السويحلي يشحطوا النقطه، ولكن طبعا 29 27 ينهيها سموحه و2 2. وادي بقى هنا السربي دراجون درادوفيتش بيحاول كده ياثر كمان على قرار الحكم، ولكن هي خارج الملعب وما فيهاش انسايد خالص. و2 2 لسموحه، واتوقع ان سموحه بتجويد اللعب في الشوط الخامس وممكن كده تنهي المباراة لصالحها. وإن كانت الجيمات مقفولة في الشوط الأول والرابع 27 25 و 29 27، وفي الشوط الثاني والثالث كان السكور بعيد شوية 25 21 يعتبر مقفول فوق ال 20، ولكن الشوط اللي بعده كان 25 18. الفيومي بقى بيسأل الكابتن طارق الزفتاوي أخد إيه عشان طبعا طبقا للروتيشن اللي هينزله الكابتن الزفتاوي. بيطلب من الفيومي لو خد الاستقبال هيعمل ايه ولو خد الارسال هيعمل ايه. ومازال الكابتن طارق الزفتاوي يستخدم أسلحة علم النفس بقى في التأثير على معنويات اللاعبين ووضعهم كده في حتة طبعا بتزيدهم شرف بمنافستهم على الميدالية البرونزية سواء كسبوا وكلنا هنقول لهم مبروك، وحتى لو خسروا هنقول لهم ان انتوا حاولتوا وكان في اداء متفاوت شويه، ولكن في النهايه انتوا طلعتوا برضو 3-2 وان شاء الله نبارك لهم كده بعد نهايه اللقاء بالفوز بالميداليه البرونزيه عشان تبقى بطوله افريقيا مصري خالص الاول والثاني والثالث. انتظار اجراء القرعه والتاكد كده من الروتيشن او من دورانات الفرقتين. وطبعا بقى احنا بنتابع اول باول مع جمهورنا العزيز كده. كان في كتير قوي من الجمهور متوقع ان المباراه 3-2، واظن ان احنا بعد كده ان شاء الله في البطولات هنستضيف بقى الناس المحللين من الجماهير ونخليهم كده يعلقوا معانا ويقول لك ان فعلا فرقه سموحه دي هتلعب خمس اشواط. وبقول لهم صدقتوا طبعا في تعليقكم. طبعا هم عارفين نفسهم بقى الجمهور ده. 2-2 في الاصوات حتى الان. وادي بقى على بركه الله تاني كده مع فريق سموحه اللي لازم يصر ويبقى عنيد في الصوت دوت ويسلم كده المباراه بمنتهى الكفاءه ويسيب النتيجه على الله سبحانه وتعالى سواء مكسب او خساره. وعلى الناحية التانية طبعا برضو السويحلي، ونلاقي بقى هنا كلهم ايد واحدة كده دراجون درادوفيتش معاهم هو كمان. طبعا كل واحد بقى بيقرا جواه الحاجة اللي تقربه لربنا.
الحكم الاول لقى بقى ان هو يحسم الاعتراضات في اواخر الشوط الرابع كده بكارت لسموحه وكارت ليه السويحلي، يعني الشوط الخامس دوت لو هو دخل عليه ولقى اعتراضات معنى كده ان كارت احمر على طول هيشتغل، والنقطه هنا غاليه جدا 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 في الشوط الخامس. شكلها كده الارسال مع السويحلي، وادي هنا طبعا بادئ الغول في مركز اربعه بقى من اللفه الاولى كده عشان ياخد الثلاث لفات الاولانيين، لانه معروف انه حائط صده جميل جدا ومتحرك قوي وبيضرب السناتر كويس، ونتوقع ان الشغل هيبقى عليه كتير، ولازم طرف البلوك بتاع مركز اربعات عندنا يعمل اسيستن بلوك مع السنتر او يساعد يعني مع السنتر. طبعا بقى حبنا وعشقنا كده للكره الطايره ما يمنعناش طبعا من وللنادي الاهلي ما يمنعناش من تشجيع اي فريق مصري، ما يمنعناش من حبنا وعشقنا لجماهيرنا المتابعه. علي جنيفا على الارسال، وأول إرسال ضايع من علي، ويدي نقطة كده مع حماسة كبيرة جدا لفريق سموحة. أمير بيرجع على الإرسال، سموحة واحد السويحلي لا شيء، إرسال مؤثر على هرنانديز واستقبال جيد، وأنت فين يا عبد السلام؟ أنت كنت نايم أربع أصوات وجاي تضرب في الشوط الخامس. نبدا بقى نركز معاه بالدفاعات شويه يا رامي، بيضرب هو في الزوايا الطويله، رامي طبعا رقم 10 ليبرو فريق سموحه، ولازم يقعد للراجل دوت مان تو مان بصرف النظر عن البلوكات، لانه بيضرب بريست ايديه كده في اخر الملعب خالص، ودي المره الثانيه او الثالثه اللي يكررها. وادي هنا استقبال من عبد الرحمن وارسال قوي، ارسال قوي من عبد الرحمن واستقبال من سموحه، وبتتضرب كده من المنطقه الخلفيه بنقطه مباشره. وادي بقى النديه اللي عايزين كده ان شاء الله نوسع الفارق من بدايه الشوط الخامس، واثنين سموحه واحد السويحلي، تنزل على الشاشه يا جماعه 2-1. وادي هنا بقى في مركز اربعه وحائط صد غالي جدا 3-1 لشريف ايمن. يلا يا شريف كمل، وفين النتيجه؟ النتيجه يا رجاله 3-1 حتى الان عشان جمهورنا العزيز يتابع، انا هتابع معاه 3-1 لسموحه مش لسويحلي، 3 سموحه 1 السويحلي، معلش هتتعدل 3-1. وارسال تاني اهو مع استقبال جيد وحائط صد فين، ولكن اسقطها خارج الملعب 4 سموحه 1 السويحلي، وكمل يا سموحه وعدل يا نتيجه. ايوه كده 4 سموحه 1 السويحلي، وايه تايم اوت بيطلبه دراجون درادوفيتش من صربيا، وده اللي كلنا اتكلمنا عليه بقى، ان نحاول نعمق الفارق وما نناقش يا شريف، نسمع بس مديرنا الفني هيقول ايه ونتحرك ازاي، وهو ماشي كويس في البلوكات بيقول له اهو جود يلا كمل، وبيشاور الامين امير بالاجاده، وشريف عبد الرؤوف كده بيقول لهم يلا كملوا يا رجاله. ده لسان حال بقى فريق سموحه اللي نشط جدا في الشوط الخامس، واللي انا متوقع له اداء قوي في الشوط الخامس واستمرار كده للنشاط بتاعه يكسب ان شاء الله المباراه. شريف عبد الرؤوف على الارسال، بالكير يا شريف، ارسالك بعد التايم اوت بيبقى مهزوز شويه، ولكن المره دي حطه في الملعب، وان كان في شك ولكن الحمد لله. وادي كره هنا، ايوه كده نقف على اخر الملعب صح، واي كره تضربها يا ادهم، وفعلا توتر هنا في ملعب فريق السويحلي، ولكن حاسب لمس شبكه على ادهم، معلش. 4-2 السويحلي 4 سموحه، طبعا عشان السويحلي معاه الارسال. عبد السلام
رولوس ارسال سهل وكره في مركز اثنين لشريف ايمن. وبعدين بقى رجاله وبعدين مش وقتنا خالص ده، احنا عايزين نكسب ميداليه، ده ميداليه البرونزيه المركز الثالث البرونزيه، يعني المفروض تنزلوا من بدايه الشوط دوت مفيش نقطه بتضيع. تاني عبد السلام، متشكرين يا عبد السلام، مش عايزين نكسب باخطاء الاخرين، عايزين نتميز احنا وما نتوترش في ادائنا. وعلى مهلك كده يا شريف شويه، ارسال مع ابو ريا سنتر بلوك فريق سموحه، ارسال كويس من ابو ريا واستقبال جيد وكره في مركز اثنين خارج الملعب تماما من ادم. خارج الملعب 6 سموحة 3 السويحلي. تاني ارسال سريع ومؤثر على هيرنانديز وترجع سهلة من عبد السلام وامير بيشدها في مركز اثنين بقوة جدا، ولكن الله على الدفاعات الممتعة لليبرو الفريق الليبي، وضربة ساحقة وحائط صد ويعني فيها شك شوية انها قاوت، وبيتعصب كده امير وبينزل كده بطريقه يقول شد حيلكم شويه يا رجاله عايزين نحافظ على الفرق. النقطه هنا غاليه قوي، 6 سموحه 4 السويحلي. والغول بقى رجع على الارسال اهو، ونشوف اول ما بيرجع الغول بنلاقي حائط الصد اتفتحت في الفريق السويحلي الليبي. وادي هنا اهو بصوا بيشتغل على طول بالسريع مع ابو ريا ولا محمد رضا، ده محمد رضا رقم 17 7-4 واشتغل بالسريع كمان لان سنتر بلوك اللي موجود دلوقتي مش هو الغول. وكره كده من شريف بارسال كويس وفي مركز اثنين يلفها ادم بنقطه. 5-7 حاولوا تغيروا الملعب واحنا 8 هيفرق معانا كتير. ادم رقم 3 على الارسال، ارسال سهل واستقبال جيد من شريف عبد الرؤوف. ايوه كده زي ما قلت لك شغل السريع فعلا، دي تعليمات كابتن طارق الزفتاوي اكيد لانه عارف ان سنتر بلوك اللي موجود دلوقتي مش بنفس كفاءه محمد الغور رقم 18 واشتغل فعلا عليه على طول. ممكن بقى اقول له في المقطع الثاني اللي جاي ده يدخل سريع ويفتح ليه اطراف الملعب، بس بشرط اطراف الملعب ما تضربش في الشارع. هيبدا هو يضم الشبكه شويه ويقفل الدايره شويه على محمد رضا ويحاول يعمل اسيستنت بلوك بالاطراف. ولكن عندك شريف عبد الرؤوف هنا لو ركب الكره الجايه ان شاء الله بضرب من اطراف الملعب هيحقق الفارق ونكمل عليها بقى ونرجع السريع تاني، وده اكيد تكتيك بقى ايه اللي هيشتغل بيه الكابتن طارق الزفتاوي فعلا. وادي هنا خد يلا بلوك من المنطقه الخلفيه، ولكن دفاعات قاتله من رامي السعيد، برافو عليك يا رامي. وزي ما بنقول اهو وضرب المنطقه الخلفيه لادهم، وطبعا لازم يستغلها الكابتن طارق الزفتاوي القادمون من الخلف وعمل بيها فارق 4 نقاط حتى الان. مستقطع طلبه السويحلي مدربه كده دراجون درادوفيتش، وفارق 4 نقاط حتى الان لفريق سموحه. ويكمل رضا كده بالضرب السريع وعبال ما ينزل لنا الغول تاني على الشبكه. الغول ده طبعا سنتر بلوك اسمه محمد الغول من فريق السويحلي الليبي، بس سنتر بلوك جاي جدا. ارسال متقن واستقبال جيد في مركز 4. وادي بقى هرنانديز كره تاني في جسمه او ثالث او رابع قول زي ما انت عايز، وادي شريف وفعلا الشبكه اتفتحت. وادي زي ما بقول لكم سنتر بلوك لا يجيب
التحرك وبيثبت شويه مع السريع، ولكن ايديه مقفوله قوي وفعلا يستغلها امير بكره بوش باص لشريف عبد الرؤوف في مركز اربعه بنقطه مباشره، ويعمق الفارق لخمس نقاط ويزود كده من جراح السويحلي الليبي اللي ممكن يخسر الاداء واللقاء. وادي في مركز اربعه لهرنانديز، ولكن دفاعات قويه ومحاوله كده من سنتر بلوك محمد رضا، ولكن كانت متاخره للحاق بالكره. سته السويحلي 10 سموحه، وخد بالك لازم نخلص في اللفه ديت الكره لينا عشان اللفه اللي جايه نازل محمد الغول سنتر بلوك، وده ضارب كويس جدا وبلوك جيد جدا، وادي ارسال قوي قوي ومحاوله كده لرامي يحط الكوره، ولكن بقى ادي امير هنا الكوره كانت بتترفع اي حاجه، وشريف عبد الرؤوف ياخد بلوك يستنى عليه وهو الراجل بيعمل اسقاط، وامير واقف هنا طبعا لا حول ولا قوه بيه، لان طبعا ادي ادهم بقى بيعتذر كمان، وكويس قوي الاحساس بالمسؤوليه اللي بين اللاعبين، وان شاء الله يكملوا كده على خير ونبارك لهم بالمركز الثالث ويبقى البطوله من الثلاث مراكز لمصر بالكامل. وادي هنا في مركز اربعه لعبد السلام اللي وقف كده شويه وما يصحش يا امير ان احنا نجيبها، فطبعا ممكن الحكم يحسبها سوء تصرف او سوء سلوك. سبعه السويحلي سموحه 11، وادي هيبقى ارسال سهل، والغول دلوقتي على اللفه يعني ما انشغلش سريع، وادي الغول شفت اتحرك ازاي وخد كمان الكوره وهترجع سهله. لازم بقى احنا كان نزود المهاجمين لثلاثه، ولكن هنا في دفاعات قويه واي حاجه بتتضرب بتتعلق كده من سنتر البلوك، وكره قويه من هرنانديز في مركز واحد شريف ايمن بيكون مرحل شويه وما يعملش عليها تغطيه. وادي زي ما بقول لكم هنا لو يقدر الكابتن طارق الزفتاوي ينزل ضارب مكان المعد ويرجع المعد من الخط الخلفي حتى للفه دي بس يا ريت، يعني لانه يزود لازم الهجوم ويخلي السريع يدخل على الغول مفتوح فيسحبه الناحيه ويرفع في الناحيه الثانيه طارق الزفتاوي، لا عفوا خالد الفيومي، ويا ريت طارق الزفتاوي فعلا يعمل كده. وطبعا هو بقى على حسب جاهزيه اللاعبين اللي عنده، وانا شايف عنده لاعبين ما شاء الله في الدكه زي منصور وزي مروان عبد الباقي يقدر يستغلهم في النقطه دي وينزلهم كمهاجمين كده يسحبوا معاهم البلوكات بس شويه. ارسال سهل وادي استقبال، ويبقى الحال على ما هو عليه وكلامنا ما تنفذ، ومن رايي الخاص واللي ممكن يتكلم فيه بقى ضيوفنا باستديو ملوك الصالات او مع الكابتن هيثم دكتور فؤاد والكابتن ماجد. وادي تاني اهو ارسال مع استقبال، وطبعا الكابتن شعراوي هيكلمه اكيد في النقاط الحيويه دي، وان كان هنا التاكتكس ممكن يبقى عالي شويه ولازم كان يتعمل، وبيسترها بقى ربنا هنا ويرجع كده الارسال مع سموحه مره ثانيه 12 9 ونازل الفيومي مكان امير، والفيومي امن ارسالك شويه فيومي، فرق الثلاث نقاط مش كبير ولكن عايزين نحافظ شويه على ارسالنا. معانا حوائط صد كويسه في الشبكه، وادي الفيومي كده بيعلي كورته بسوين عالي، ولكن استقبال جيد لفريق السويحلي الليبي واسقاط، وتاني بيضحك كده ابو ريع على سنتر بلوك ويستنى وياخد الكوره، وتاني ترجع اسقاط كده لفريق سموحه، وفي تراي عالي قوي من الفرقتين، وترجع سهله من هرنانديز ويشدها بقى الفيومي قويه جدا لشريف ايمن، وترجع تاني للفيومي عن طريق دفاعات قويه من السويحلي، وبيقطع ايديه كده عفوا يعني بيقطع ايديه في الكوره وياخدها بره البلوك شريف عبد الرؤوف، ونقطه مباشره لسموحه 13 9. طبعا اكيد بقى متابعينا اللي بيلعبوا كره طايره او المدربين فاهمين يعني ايه يقطع كده الكوره. ١٣ سموحه 9 السويحلي، كويس قوي يا شريف الكره اللي فاتت
سحبت البلوك بكتفك الشمال كده ورحت ساحب ايدك باليمين. والفيومي تاني ارسال قوي واستقبال كان مزنوق وكره في ايد حوائط الصد لشريف عبد الرؤوف، لكن لسه يا اولاد فارق 3 نقاط مريحنا، بس ما ننامش بقى على كده. عندنا دلوقتي 3 مهاجمين ورجع تاني امير. بتعمل اللي عليك يا خالد يا فيومي. عبد الرحمن دوغانا على الارسال من فريق السوحلي، ارسال سهل واستقبال جيد من رامي السعيد، وكرة كده كان عايز يضربها في حائط الصد، ولكن مش وقت تهور دلوقتي يا شريف يا ايمن، لازم تثبت شويه. وبعدين بيقول له خد بالك انت عندك اصفر، يعني الكارت اللي جاي احمر، اهدى يا ابني شويه احنا في اخر الشوط، ويا ريت لو في تايم اوت بقى الراجل يستخدمه دلوقتي طارق الزفتاوي، ولكن طبعا هو ليه رؤيه ثانيه. وزي ما قلت لحضراتكم ملوك الصالات معانا بقى خبراء في اللعبه وهيقولوا توقيتات التايم اوت اللي المفروض المدير الفني ياخدها. وادي تاني اهي، وكره كده في مركز 2 وتخدمه فيها ويضرب شريف عبد الرؤوف من بتوين البلوك، كره قويه جدا بنقطه مباشره. و14 سموحه 11 السوحلي، وراجع ابو ريع على الارسال ولا ايه؟ هياخدوا الدوران ونشوف. وهنا بينده كده الحكم التاني، خد بالك انت مطلع اصفر، يعني ما ينفعش دلوقتي احمر خالص، ما ينفعش تختم الشوط باحمر. وبعدين ده شوط بقى بتاع ميدالية البرونزية، ونزل اللاعب رقم 12 ممدوح توفيق اللي اول مشاركة ليه في المباراة اليوم وفي البطولة، نازل عشان طول القامة طبعا، وهيحاول بقى يعمل بلوك قوي كده ولا ايه ممدوح؟ ممدوح توفيق نزل مكان شريف ايمن، وادي ارسال شريف عبد الرؤوف، وكره كده ولكن بقى دفاعات، وادي استقبال من فريق سموحه، واضرب ما يهمكش، ولكن طبعا ترجع تاني للسويحلي وبيعمل اسقاط، وشريف ايمن بتاخد ايديه وتنزل في ملعبه، وبيرجع تاني في التغيير اهو ولا ايه؟ 12 السويحلي 14 سموحه. وادي هنا ما توقعش ان هي اصابه، اتوقع بس انه بيريح كده الدنيا ويهدي الاجواء شويه، هيقوم ان شاء الله، وهو بيتكلموا بقى فرقه ليبيا ان هو الراجل ما فيهوش حاجه، ولكن طبعا تهدئه ليه اجواء اللقاء وخبره شويه كده من رضا من ابو ريا، ولكن رجع هو ابو ريا ما فيهوش اي حاجه الحمد لله سليم. نفس التغيير تاني، بيدخل شريف ايمن ويطلع ممدوح توفيق، ما اداش المهمه اللي عليه، الكره كانت في ايده كده كان يقدر يعملها دانك، ولكن طبعا اخذت ايديه ونزلت. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن طارق الزفتاوي 14 12. وانا شايف بقى فريق النادي الاهلي كده بدا يتوافد على ملعب المباراه استعدادا لدخوله في المباراه النهائيه مع فريق نادي الجيش. وقت مستقطع لفريق سموحه، وفضله على البرونزيه دقه، نقطه واحده بس تفصله عن الميداليه البرونزيه ويخلوا البطوله بالكامل مصريه، مركز اول وثاني وان شاء الله مركز ثالث. ومبارك لفريق سموحه والاستاذ فرج عامر عضو مجلس اداره، رئيس مجلس اداره نادي سموحه، على ارسال عبد السلام برولوس واللي كانت اخطائه كتير جدا، ونتمنى بقى خطأه في الارسال ويريحنا ويريح الجميع ويدي الميداليه البرونزيه كده لسموحه. ولعبه كده بسهوله برده كويس مفيش مشكله. وادي من منتصف الشبكه، ما ينفعش منتصف الشبكه وهو الغول قدام، زي ما قلت لك قبل كده فريق لعيب محمد الغول ده متمكن جدا في حوائط الصد وفي الضرب وحوائط الصد من منتصف الشبكه، وما ينفعش ادخل عليه امير سريع، وكان لازم كابتن طارق الزفتاوي يقول لك كده وتشد الكرة في الأطراف، ولكن بقى معلش 13 14، مش عايزين النقطة دي تكلفنا الغالي، وابعد عن الغول خالص من البلوكات. واديك اهو في 4 والراجل شاط اهو، والحمد لله سموحة صاحب المركز الثالث والبطولة بالكامل مصرية خالصة، مركز أول ومركز ثاني هيكون الجيش والأهلي إن شاء الله، والأهلي والجيش الاثنين مصريين،
ومركز ثالث سموحة. وكان معكم محدثكم عزب الشرباجي، على أمل اللقاء في المباراة الختامية إن شاء الله بعد قليل، ونرجع لاستديوهاتنا والكابتن هيثم وضيوفه الكرام تحليل بقى للمباراة. وألف شكر لحضراتكم وإلى اللقاء.